ما في مقدمة قائد أسامة؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذه الأيام المباركة، الحمد لله على هذه السنين المباركة، الحمد لله على تواجدكم معنا في هذه اللقاءات الجميلة الرائعة التي تزهو بكم وبتواجدكم الدائم معنا في منصتكم، منصة حدوتة الإعلامية، في كل أسبوع في هذا اللقاء الجميل الذي يزداد جمالا بتواجدكم معنا إخوتي وقادتي الأفاضل في الزوم وأيضا في الفيسبوك، وأيضا يوجد على الإنستغرام والآن على تويتر وأيضا موجود على توك توك. نعم توك. إذن نبدأ على بركة الله لقاءنا لهذا الأسبوع. لكي نكسب وقت مباشرة نذهب إلى العرض المباشر بإذن الله تعالى. بطبيعة الحال منصة حدوتة الإعلامية معكم كل أسبوع في برنامجها المميز بإذن الله تعالى بتواجدكم، برنامج حدوتة كشفية الذي يأتينا كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام الساعة 6 بتوقيت غرينتش والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة. جلستنا لهذا الأسبوع في عنوانها المراحل الكشفية، مصطلحات وخصائص، ولقاءنا لهذا اليوم هو الجلسة 21 بعنوان المراحل الكشفية ومرحلة هذا اليوم المرحلة الجوالة. هذه الجلسة 21 وبعنوان المراحل الكشفية، مصطلحات وخصائص، تقديم الكشاف الصغير محمد محراب الذي يسعد دائما بتواجدكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم الجميلة والرائعة. عناصر هذه الجلسة، سوف نتحدث كما عهدنا في الجلسات السابقة عن المراحل الكشفية، البراعم، أشبال، فتيان، متقدم وجوالة، بالإضافة عن مصطلحات كل مرحلة، وتحدثنا في الحلقات الثلاثة السابقة مرحلة الأشبال ومرحلة الفتيان ومرحلة المتقدم، كل المصطلحات الخاصة بهذه المرحلة، واليوم نتحدث معكم مع مصطلحات مرحلة الجوالة، بالإضافة إلى ما هي خصائص هذه المرحلة. وفي نهاية جلسة هذا اليوم سوف يكون لنا تلخيص كامل عن الجلسات الأربعة كلها بالكامل بإذن الله تعالى إن أسعفنا الوقت بإذن الله. إذن المراحل الكشفية كما هو معروف مرحلة الأشبال من سن 7 إلى 11، وأيضا مرحلة الفتيان من سن 11 إلى 15، ومرحلة الكشاف المتقدم من 15 إلى 27 إلى 17، وأخيراً مرحلة الجوالة من سن 18 إلى 24 أو 22 أو 23، وهذا يعتمد على حسب وجود المرحلة في كل دولة بما هو متفق. موضوعنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن مرحلة الجوالة. سابقا تحدثنا في الحلقات السابقة عن مرحلة الأشبال، وتحدثنا في الحلقة التي بعدها عن مرحلة الفتيان، والأسبوع الماضي تكلمنا عن مرحلة الكشاف المتقدم، واليوم موعدنا مع الجلسة الأخيرة للمراحل الكشفية مرحلة الجوالة،
بسم الله نبدأ. مرحلة الجوالة من سن 18 إلى 24. في هذه المرحلة سوف نتحدث عن مصطلحات المرحلة بالإضافة إلى خصائص هذه المرحلة. نبدأ في موضوع المصطلحات الخاصة بهذه المرحلة. المسميات في هذه المرحلة في مرحلة الجوالة نأخذها بجدولنا المعتاد بكل مسمى خاص وما هي المصطلحات الخاصة بهذه المرحلة. إذن المسميات عندنا وما يقابلها في مرحلة الجوال. ولو طلبنا قلنا ما هي المرحلة العمرية لهذه المرحلة؟ السن. ما هو اسم الوحدة؟ اسم المجموعة الصغيرة، عدد أفراد المجموعة، مسؤول المجموعة، كيفية تعيينه، ومسؤول الوحدة من أعضائها بالإضافة إلى مسؤول الوحدة. إذن المرحلة العمرية هي كما تكلمنا سابقاً من سن 17، 18 إلى 26، إلى 24، إلى 22. هذه المرحلة هي مفتوحة على حسب ما هو موجود في الجمعيات الكشفية الوطنية. اسم الوحدة الكشفية سمى عشيرة، عشيرة الجوالة في نسميها مثلا إذا قلنا بالمدن فنسميها بالرياض، إذا قلنا بالجامعات فنسميها بجامعة أم القرى مثلا، إذا سميناها بأسماء الأقسام أو الكليات فنسميها عشيرة الجوالة بكلية الطب، وهكذا على حسب ما هو موجود ومرتب عليه ذلك، أو في الأحياء أو في الأماكن على حسب ما هو موجود في كل وحدة كشفية. إذن الوحدة اسمها عشيرة. اسم المجموعة الصغيرة، هتكلمنا عن المجموعات الصغيرة في السابق، قلنا عندنا رباع بالنسبة للبراعم، وعندنا سداسي بالنسبة للأشبال، وطليعة في الفتيان والمتقدم. أما في الجوالة فنسمي هذه المجموعة الصغيرة باسم رهد. إذن الرهد هو مكون من 6 إلى 8 أفراد. إذن عدد أفراد المجموعة الصغيرة من 6 إلى 8 أفراد، غالبا في اللغة العربية من 3 إلى 9 يسموا رهد. من هو المسؤول عن هذه المجموعة الصغيرة؟ يسمى رائد، يسمى رائد. إذن الرائد الكشفي غير، والرائد في الجوالة غير. هنا حدث معنا حوار كبير الأسبوع الماضي في الجروب الخاص بالجلسات التثقيفية، وكان هناك البعض يتساءل بمن هو الرائد وما مقصود بكلمة الرائد، فهل هو الرائد لأنه معروف الآن الرواد الكشفيين إن هم القيادات الكشفية التي كان لها دور كبير في الحركة الكشفية في فترة زمنية معينة، ثم بعد يعني تقاعدهم أصبح لهم مجموعة أخرى، فهم الآن لا ينتمون إلى المنظمة الكشفية العالمية، إنما ينتمون إلى منظمة كشفية أخرى وهي المنظمة الكشفية لأصدقاء الكشافة أو الزمالة للكشافة والمرشحين. هذا المسمى الخاص بالرواد الكشفيين، وهذا غالبا من أعمارهم من 38، 35، 30 سنة حسب ما هو اتفق عليه في الدول، حتى ما شاء الله للإنسان من العمر. أما ما نتكلم عنه رائد في هذه المرحلة أو في هذه الجلسة، فنحن نتكلم عن الجوال الذي يدير مجموعة من أفراد الوحدة المجموعة الصغيرة الخاصة به وتسمى رهد، فهو يسمى رائدا للرهد. نعم، بالنسبة هنا أيضا مداخلات من الأخوان القادة، أمل الشكيلية بتقول بعد حسب الأندية. نعم، الجوالة أيضا موجودة في الأندية الكشفية، صحيح. إذن كيف يعين هذا الرائد
الرائد هذا الذي نتكلم عنه في جلساتنا هذه هو الرائد الشخص اللي موجود في مرحلة الجوالة في المرحلة العمرية من سن 18 17 مو مشكلة في هذا السن حتى 24 حتى 26 حسب ما متفق عليه في نظام الجمعية الوطنية لديك. قد يكون في بعض الدول من 18 إلى 22، قد يكون في بعض الدول من 18 إلى 24، قد يكون في بعض الدول من 20 إلى 26. هذا كله ليس هناك خلاف في هذا الموضوع طالما إن هذا هو نظام الجمعية الكشفية الوطنية. كيف يعين هذا الرائد؟ تكلمنا سابقا في موضوع الاختيار، الاقتراع، الترشيح، الانتخاب. يتم الرهط بالكامل، يرشح أحد أفرادهم بأن يتولى مسؤولية إدارتهم ويسمى هذا الشخص بالرائد. إذن هو جوال من ضمن المجموعة في الرهط وتم اختياره من قبل زملائه في هذا الرهط. من هو مسؤول الوحدة من أعضائها؟ الوحدة الكشفية، طبعاً نحن نتكلم عن المجموعة الصغيرة اللي هي نظام الطلايع بمسمياتها رباع وسداسي وطليعة ورهط. أما عندما نتكلم عن الوحدة الكشفية فنحن نقصد بالتي تضم مجموعة من الرهوط أو التي تضم مجموعة من الطلايع أو التي تضم مجموعة من السداسية. إذن مسؤول الوحدة من أعضائه يسمى طبعاً هو بقيادة الرائد الخاص بهم، ومسؤول يسمى الرائد الأول، في بعضهم يسمى الرائد الأكبر على حسب المسميات هذا، ويسمى رائد عشيرة كما سبقنا، أو مثلاً رائد عشيرة نادي الوحدة كمثال، أو رائد عشيرة جمعية مراكز الأحياء، أو رائد عشيرة جامعة أم القرى، أو رائد عشيرة مكة المكر، وهكذا. إذن هذا الشخص يسمى ويطلق عليه رائد وينطبق مسمى بالمرة أو بالوحدة الكشفية وهي العشيرة. كيف يتم تعيينه؟ بالاختيار من رواد الرهوط. إذا نحن تكلمنا في المرحلة السابقة عندما تكلمنا عن في المتقدم أن الطليعة تختار العريف والعرفاء يختاروا العريف الأول. أيضا في نفس المجال هنا أيضا في الجوالة بيكون الرهط يختار العريف الخاص بهم، والعرف رواد الرهوط يختاروا الرائد الأول، وهو غالبا يكون أحدهم ويتم ترشيحه ويتولى هو المسؤولية الكاملة به. إذن النظام لو نظرنا له من مرحلة الأشبال حتى مرحلة الجوالة، النظام واحد ويختلف في المسميات والمصطلحات، ولكن نظامنا الكشفي فهو نظام واحد يعمل على نفس الآلية. يبقى لنا دور القائد بيختلف من مرحلة إلى مرحلة حسب المرحلة، كل ما كان سن المنتمين للحركة الكشفية أقل كل ما كان دور القائد أكبر. إذا المرحلة السنية صغيرة دور القائد أكبر، كل ما ارتفع السن كل ما انخفض مسؤولية القائد حتى تصل إلى مستوى مرحلة الجوال إلى أقل مستوى ممكن أن يكون لدور القائد الذي هو مكلف بإدارة هذه العشيرة. كيف يتم اتخاذ القرار؟ من هم المسؤولين؟ ماذا يسمى المكان الذي يطبخ فيه القرار أو يتم فيه اتخاذ القرار؟ هو مجلس الوحدة وما يسمى مجلس الرهوط أو مجلس الوحدة أو مجلس العشائر، لأنه إحنا إذا تكلمنا كمثال لتوضيح الصورة، فلو تكلمت أنا كمثال وأتكلم على مثال واقع، فلو قلنا أن جامعة أم القرى في مكة المكرمة توجد فيها عدة كليات وفي كل كلية توجد عشيرة جوالة، إذن في كل كلية يكون مثلا عشيرة الجوالة بكلية الطب، عشيرة الجوالة بكلية الاقتصاد، عشيرة الجوالة بكلية التربية، عشيرة الجوالة في كلية يعني الصيدلة، فليكن المسميات هي تختلف، وهنا عشيرة كاملة في هذه الكلية. طيب هل هناك مجلس يضمهم جميعا في مجلس أكبر يسمى
على مستوى الجامعة نعم يسمى مجلس العشائر، في الكلية يسمى مجلس العشيرة، أما مستوى الجامعة فيسمى مجلس العشائر، ويكون فيه يمثل كل عشيرة، الرائد الأكبر في العشيرة هو يمثل العشيرة الخاصة به، ويكون هنا هو عضو في مجلس العشائر الكامل بالجامعة. أنا ضربت المثال هذا لأنه هنا يوجد تفرعات لهذا الموضوع قد لا يوجد في المراحل الدنيا اللي هي قصدي السابقة، العفو كلمة الدنيا، المراحل السابقة في أشبال أو في الفتيان أو المتقدم. هذا الضخ العدد الهائل من عدد العشائر أو عدد الوحدات الكشفية في مكان واحد قد لا يكون إلا في الجامعات غالبا، أو في الأندية يوجد مجموعة تسمى مجموعة الوحدة، وفيها وحدة الأشبال، وفيها وحدة الفتيان، وفيها وحدة المتقدم، وفيها وحدة الجوالة أو عشيرة الجوال. فإذا الأماكن تختلف، التنظيم عندنا يختلف، إذا كان على حسب المرحلة فغالبا يكون على مستوى مرحلة واحدة، ولكن هناك يكون لكل كلية لها عشيرة خاصة بها. أما في الأندية أو في المجمعات العامة المفتوحة أو في الكشافة الأهلية غالبا، وما هو متعارف عليه في جامع في كثير من الدول العربية، أن يكون هناك مجموعة كشفية، هذه المجموعة تندرج تحتها عدة فرق، وكل فرقة لها قائدها ولها نظامها ولها جدولها ولها خطتها ولها برنامجها الزمني، ولها لكل وحدة كشفية مستقلة. وقد يكون هناك بعض الوحدات كبيرة جدا، ويكون في المرحلة الواحدة وحدتين أو ثلاثة أو أحد، وهذا عود دائما إلى طيب ما هو التنظيم؟ في نفس التنظيم هذا نتكلم عنه، هناك مجلس على مستوى المجموعة، وهناك مجلس على مستوى الوحدة الكشفية، وهناك مجلس على مستوى الطليعة أو الرهط أو السداسي. أرجو أن يكون يعني أنا طولت شوية، ولكن هي لعملية إيضاح الفكرة بالكامل، لأن هناك قد يكون هناك كثير من الناس لديهم لبس في هذا الموضوع. قائد زايد بن عايش الهاش يسأل ما معنى بقيادة الرائد؟ معليش يمكن أنا ما وضحت لي الصورة، قائد زايد إذا وضحت لي السؤال بطريقة أوضح، إذا ما معنى بقيادة الرائد؟ يعني يمكن أنا ما هي واضحة عندي، ياريت توضح لي الفكرة يكون أوضح عشان نقدر نجاوب جزاك الله خير، ويكون جوابنا إن شاء الله في الفائدة بتعاون جميعا. إذن المجلس هو مجلس العشيرة، مجلس العشائر، هذا ما يخص التكوين الكامل في المكان الواحد. اتخاذ القرار في هذا المجلس، كيف يتم اتخاذ القرار في هذا المجلس؟ بإشراف من مجلس الإدارة وقيادة الرائد الأول. هنا يصير عندنا هناك شخص يعين من الكليات كلهم، عندنا كل كلية لها عشيرة وكل عشيرة لها رائد، عندما يجتمعوا في مجلس العشائر لابد أن يكون هناك رائد أول العشائر بالجامعة، يسمى رائد جامعة أم القرى مثلا كمثال. أنا بأضرب لكي أوضح الصورة، لكي تكون الصورة واضحة والمسمى واضح، فهو الذي يدير هذا الاجتماع بوجود المشرف على الجوالة في الكلية، وغالبا هذا يكون من هيئة التدريب أو هيئة التدريس في الجامعة، قد يكون محاضر أو قد يكون معيد أو قد يكون مثلا دكتور في الجامعة أو قد يكون وكيل الجامعة وكيل أحد الكليات. هذه المسميات وهذه الإجراءات تكون داخلية لا وشاحة فيها. تقصد بند السابع في التدريب هنا اللي هو المرحلة العمرية، 1 2 3 4 5 6 7 مسؤول الوحدة بقيادة الرائد. نعم طيب وضحت الآن، جزاك الله خير، شكرا قائد زايد، وضحت الصورة. هنا موجود مسؤول الوحدة من أعضائها، من هو المسؤول عن هذه العشيرة، فهي تكون بقيادة هذا الرائد الأول، هنا يقصد بقيادة الرائد اللي هو رائد العشيرة، رائد العشيرة هو الذي يديرها، ولكن هناك يوجد شخص اللي هو قائد الوحدة، هذا اللي هو غالبا يكون زي ما ذكرت سابقا من أعضاء هيئة
تدريس في الجامعة، يعني شخص رسمي موجود داخل الجامعة، لأن هؤلاء الأفراد كلهم متغيرين، بمعنى أنه عندما ينجح من الجامعة وينتقل ويخرج، فنحن نريد لهذه الوحدة، لهذه العشيرة، لهذه العشائر قائد رسمي موجود. فهذا غالبا يكون من نفس الجامعة أو نفس النادي أو نفس المكان، هو قائد رسمي، هذاك غير اللي هو قائد الوحدة. وعلى الأقل هنا موجود عندنا 21 سنة على الأقل ومؤهل لقيادة عشير الجوال. إذن اتخاذ القرار في المجلس بإشراف من مجلس الإدارة وقيادة الرائد الأول. مجلس الإدارة المقصود به مجلس العشائر أو مجلس العشيرة، وقيادة الرائد الأول هو الذي يدير هذا الاجتماع، هو الذي ينسق، هو الذي يرتب، هو الذي يطلب الاجتماع. القائد دوره إشرافي وصفي، القائد دوره في هذه المرحلة مساند يستشار، أما ليس له الدور كامل، لأن دول كلهم الآن في مرحلة الرشد، عمرهم 18 سنة وما فوق، فهم مو محتاجين للقائد للإشراف عليهم، إنما وجود القائد لمساعدتهم ومساندتهم وتواجده معهم لتذليل الصعوبات، لتجهيز الخطابات التي هي من مسؤولية الجامعة للمخاطبات الخارجية، لأنه لا يسمح بالمخاطبات الخارجية من نفس العشيرة إلى خارج نطاق أو صورة الجامعة إلا من خلال الإدارة المسؤولة في الجامعة. إذن القائد الوحدة هو شخص رسمي موجود في الجامعة أو في الكلية أو في النادي أو في الجمعية مراكز الأحياء أو في الجمعية الوطنية أو في الجمعية الأكثر في النادي الحي، فهذا هو شخص، هو قائد رسمي لهذا الموضوع، هو لتذليل الصعوبات لهذه الوحدة الكشفية أو عشيرة الجوال. طيب ما هو دور هذا الشخص اللي هو يسمى قائد؟ يسمى قائد، أما هناك رائد، رائد أول أو رائد عشيرة أو رائد رهن، هنا يسمى قائد الجوالة، قائد الوحدة، فهو مسؤول رسمي، دوره الصديق المستشار، إذن هو يقدم النصح والمشورة. ما هو اللون المميز للمرحلة؟ اللون المميز لهذه المرحلة اللون الأحمر، إذا هتكلم عن اللون العالمي. ما هو شعار المرحلة؟ هو تنمية المجتمع أو كما يسمى تنمية وخدمة المجتمع. طبعا هنا مداخلات من الأخوان في الفيسبوك، لو إنه إحنا ممكن نفش معاهم شوية. الجوالة هم مشروع إعداد قادة، صحيح، سوف نتكلم عن هذه النقطة قائد علي بتقي. أيضا في هذه الحالة العريف الأول هو القائد، قد يكون هناك متفق لهذا الموضوع أن العريف الرائد الأول يكون هو القائد، ولكن غالبا يكون القائد هو رسمي وليس متغير. القيادة الكشفية المسؤول الرسمي لهذه العشيرة يجب أن يكون قائدا رسميا ولا يتغير إلا بظروف معينة. أما الأفراد في الجوالة، ونحن نعلم أنهم يدخلوا إلى الجامعة مثلا أو في الأندية، وهم يكون إلى فترة زمنية ثم ينتقلوا إلى مرحلة أخرى أو إلى وظيفة أو إلى أي، فهذا يصير عندنا تسرب للقيادات لو كان القائد منهم، ولكن يكون القائد رسمي من الوحدة الكشفية، مسمى مصطلح، وهي إما هنا في الجوال نسميها العشيرة، فهو شخص رسمي متواجد ومؤهل شارة خشبية على الأقل، بالإضافة إلى أنه هو آخذ دورات وعنده معلومات خاصة بمرحلة الجوالة لكي يستطيع أن يقدم لهم النصح والمشورة والاستشارة. هناك بعض الأخوان مثلا ليدر نور سما بتقول شعار المرحلة جوال للعمل. طبعا احنا لا نختلف معكم في المصطلح، لكن انا هنا ما اعرضه هو ما خرج من خلال الأدلة الكشفية الرسمية المحدثة من المكتب الكشفي العربي
في عام 2020. في فكل ما يعرض هنا هو من خلال أدلة ومن خلال وثائق رسمية، لا أتكلم عن ما هو موجود في دولة معينة أو في جمعية معينة، نتكلم على ما هو موجود على الإطار العربي، وكل جمعية وطنية لها نظامها الخاص بها الذي هي تتعامل معه. وهيب أظن هل هناك نائب للقائد الرسمي؟ نعم، لا مانع أن يكون هناك نائب للقائد الرسمي. فأي الدولة هذه قائد يوسف؟ شعار عندنا، شعار الجوالة هو خدمة الصالح العام. يا ريت تعطينا فكرة أي دولة. في الفيسبوك معنا القائد أو عصري أو شيء ذا كده، بس يوسف آخر شيء يقول عندنا شعار الجوالة هو خدمة الصالح العام. طلع هو المصطلح ما اختلفنا فيه، يعني ما خرجنا عنه، خدمة المجتمع وخدمة الصالح العام. فالمغرب جزاك الله خير، شكرا قائد، شكرا. لا نختلف، قد يكون هناك طبيعة البلد في المصطلح بيكون بهذا الشكل، لكن هنا ما هو موجود هو الذي أعرضه في هذه الجلسات هو ما هو موجود في الأدلة الكشفية العربية. يعني له ليس هو اجتهاد شخصي، إنما هو بحث وتحري وجمع معلومات من هنا وهناك، والمعلومات التي نأخذها ونعرضها لكم هنا في هذه المنصة هي معلومات موثقة وليست اجتهادات أو مجمعة من خلال النت أو المواقع الكشفية الشخصية، إنما هي كل ما هو يعرض هنا هو من خلال نظام ولوائح وأدلة موجودة رسمية ويمكن الرجوع إليها. واليوم في آخر حلقة سوف أضع لكم بإذن الله الرابط للأدلة 16 التي وضعتها أو قامت بإعدادها لجنة تنمية المراحل في المنظمة الكشفية العربية. جزاهم الله خير ومشكورين على هذا العمل الجبار، حيث وجدوا دليل للجوال مثلا إذا تكلمنا عن مرحلة، ووضعوا دليل للقائد، ووضعوا دليل لكيفية التنفيذ، ووضعوا دليل للهوايات لهذه المرحلة، ووضعوا 4 أدلة لكل مرحلة كشفية، للأشبال، للفتيان، للمتقدم، للجوال. عندنا 16 دليل موجود ويمكن الرجوع لها والاستفادة منها، وسوف توضع بإذن الله في آخر هذه الجلسة في الرابط الموجود في الفيسبوك، أيضا في الزوم. هنا عندنا أيضا في الأخوان من العراق بيقول القائد محمد عبد الهادي يقول لدينا في العراق نعتمد تنمية المجتمع. نعم، هو كما ذكرنا سابقا ترى المسميات ومختلف المصطلحات هي ما يطلق في الدارج في البلد، ما يطلق في الدارج في البلد، فتسمى المصطلحات على ما هو متفق عليه، ولكن إذا عدنا إلى معنى هذا المصطلح فتلاقينا كلنا متفقين على مصطلح واحد أو على مفهوم واحد للمصطلح. القائد محمد عنابة يقول موضوع يتجاهله الكثير وهو مهم جدا داخل الأفواج. نعم صحيح قائد. لماذا نحن نتكلم هنا في هذه الجلسات التثقيفية؟ نحن نقول جلسات تثقيفية، نحن نقدم ثقافة ونؤكد ما يطرح هو ليس إلزاما للكل، ولا نلزم الجمعيات بما أقول أنا، لأنه هنا هذه المعلومات هناك جهات مختصة لهذا الموضوع أنا لا أمثلها، ولا المنصة منصة حدوتة الإعلامية تمثلها، ولكن هنا نقدم المعلومة الجاهزة بحيث أنه إحنا نقدمها بأبسط طريقة ممكن أن تصل إلى الجميع، وإن كان هناك اختلاف فيمكن الرجوع إلى المراجع الرسمية في الاختلافات. جزاكم الله خير على مداخلاتكم، وأنا سعيد جدا حقيقة بأن يكون هناك أثناء كلامي هناك مداخلات تعدل إن كان هناك من عندي بعض الأمور التي يمكن أنا خرجت فيها من النص، أو تضيف علي بعض الإضافات، أو نعدل إذا كان هناك يوجد بعض الاختلافات في هذا الموضوع أو نتفق. فهذه المداخلات رائعة وجميلة وأنا سعيد جدا بها. شكرا لكم جميعا قادتي المتواجدين معنا في الفيسبوك والمتواجدين معنا أيضا في الزوم.
الآن سوف نتكلم عن من خلال هذه المصطلحات والرموز الخاصة بهذه المرحلة. لدينا في مرحلة الجوالة هناك رموز زي ما ذكرنا في مرحلة الأشبال، وذكرنا في مرحلة الفتيان، وذكرنا في مرحلة المتقدم. أيضا نتكلم عن مرحلة الجوالة وما هي الرموز الخاصة بها لكي نتدارسها جميعا ونعود بها كمعلومة نستفيد منها جميعا. رمز مرحلة الجوالة، ما هو الرمز الخاص؟ نعود أيضا مرة ثانية إلى الفكرة الغير مكتملة. الإطار هو عبارة عن شكل الفكرة وهي غير كاملة نتيجة أن هناك تكامل بينها وبين باقي المراحل وباقي أركان مثلث التربية. إذن دائما نجد أن كل رمز من الرموز هو عبارة عن فكرة، شكل الفكرة وهي مقطومة أي ناقصة. السبب في أنها ناقصة لأن هناك شيء يكملها. فلو وجدنا عندنا ابن بدأ معانا من أول مرحلة في مرحلة البراعم مثلا، ثم انتقل إلى الأشبال، ثم انتقل إلى الفتيان، ثم انتقل إلى المتقدم، ثم انتقل إلى الجوالة، فهو في هذه السن أصبح كم عمره لدينا؟ 3 في البراعم، 3 في الفتيان، 3 في الأشبال، 3 في الفتيان، 3 في المتقدم، 3 في الجوالة. هو عايش معنا ب15 سنة في حياتنا الكشفية، وينتقل من مكان إلى مكان، وينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وينتقل من أسلوب إلى أسلوب، ويرتقي من درجة إلى درجة، ويتولى مسؤولية عريف طليعة ثم عريف أول وهكذا. نجد أن هذا الشخص بعد 15 سنة من وجوده في هذه الحركة الكشفية الكاملة، ماذا يكون لنا؟ يكون لنا القائد. فإذا نحن بعد مرحلة الجوالة لدينا قائد جرب معنا الأشبال والبراعم والفتيان والمتقدم والجوالة، ويعرف خصائص كل مرحلة، ويعرف لأنه عاشها في السابق، فأصبح الآن يستطيع أن يقدمها بأفضل صورة ممكنة، ويكون في هذه الحالة أفضل من القائد الجديد الذي يأتي ويأخذ دورات تأهيلية للقيادة ثم يصبح قائد. هو هنا هذا يتعلم إدارة، ولكن هنا مارس هذه المرحلة ويتعلم الإدارة، لأنه حتى هذا الشخص بعد مرحلة الجوالة سوف يلتحق إلى دورات التدريبية الخاصة بالقائدة، ويأخذ مثله مثل القائد الجديد الذي يأتي فقط مباشرة إلى القيادة فيأخذ. وهنا تصبح لديه الخبرة والمهام الإدارية مكتملة مع بعض، فهنا نجد لدينا القيادات الكشفية المتميزة لأنها قد شاركت ومارست الحركة الكشفية ميدانية. القائد عبد القادر يسأل يقول ما هي العوائق التي تواجه في مرحلة الجوالة؟ إذا وهذه العوائق مختلفة قائد عبد القادر، إذا تكلمنا عنها أكبر عائق غالبا إنه هذه مرحلة الرشد، فهنا يبدأ الإنسان يصنع حياته، يبدأ يبحث عن الوظيفة، وإن كان يدرس في الجامعة فيبدأ يهتم بموضوع الدراسة أكثر من مرحلة النشاط. فهنا نجد أن هناك تسليما غالبا في هذه المرحلة، وهذه أكبر مشكلة تواجه الجوالة في هذه المرحلة، لأن هذا الشخص الآن يبني مستقبله، فليس من المعقول منا أن نطالب بالتواجد الدائم في الجوالة مع أنه هو وراء يعني خلفه مستقبل سوف يبدأ في عملية البحث عنه وتجهيز نفسه لمعترك الحياة، لأن يكون رجل، لأن يكون صاحب وظيفة، لأن يكون يعني يتزوج، لكي يبني أسرة، لكي يكون أب. فهو في هذه المرحلة يبدأ يبني نفسه. هنا العائق الأكبر الذي يواجه هذه المرحلة، وتوجد عدة عوائق أخرى مختلفة، ولكن إذا وجدنا وتكلمنا عن الجوالة فهذا هو أكبر عائق، الدراسة والوظيفة التي تواجه هذه المرحلة. أيضا القائدة رجاء بتقول من المشاكل المتواجدة فيها تقارب السن بين الرائد وبين باقي الأفراد، هذه محلولة قائدة. بطبيعة الحال هو يعني هي مشكلة صحيحة،
ولكنها محلولة بكيف؟ بأن الأفراد هم الذين انتخبوا هذا الرائد، الأفراد هم الذين انتخبوا، فطالما أنا انتخبتك فأنا يعني لابد لي أن أخذ وأعطي معك، لابد لي أن أستمع إلى نصائحك، لابد لي أن أنصاع إلى الأوامر التي تعطينا إياها. هي موجودة لا نختلف عليها، ولكن متى تكون المشكلة موجودة؟ إذا تم ترشيحه ولم ينتخب من الأفراد. عليكم السلام جميعا الأخوان المتواجدين في الفيسبوك، أهلا وسهلا جميعا. إذن الفكرة كما ذكرنا هي ناقصة. طيب ماذا يكملها الآن؟ القائد جيمي يقول جوالة فرع خاص لدورة تحضير القيادة. سوف نتكلم عن هذا الموضوع بإذن الله، كيف نحضر الجوال إلى القيادة. قائدة رجاء، أنت دائما تستخدم كلمة الرواد، الرواد، ونحن نقصد الجوالة، الرواد هم العرفاء. فإذا كان هنا العبارة يقول لك ليس هناك استمرار للرواد، يعني ممكن نعدل العبارة إذا تكرمتي أو لك مقصد آخر لم أفهمه، ولكن العبارة أفضل أن تكون غالبا هناك ليست هناك استمرارية للجوالة. اللون المميز لهذه المرحلة هو اللون الأحمر. لماذا اللون الأحمر؟ نجد إن في هذا اللون هو لون التفاني والدم المراق. إذن هنا خلاص اكتملت الرجولة، أصبح هذا الإنسان عنفواني، هذا هي للتفاني ولعمل الخير لمشاركة الآخرين. إن هذه المرحلة شعارها نعود من جديد، الجوالة هي مرحلة، وكل فرد في هذه المرحلة يسمى جوال، والذي يتولى مسؤولية إدارة المجموعة الصغيرة الذي تسمى رهط. الصوت كده رجع، معليش كأنه خرجت من الزوم ورجعني ثاني، فالعذر على هذه المشكلة التقنية. الصوت الآن واضح إذا أحد يبلغنا. واضح، طيب تمام الحمد لله، شكرا. إذن بعودتنا في هذا في هذه الشريحة، شكرا قائد رزان. إذن شعار المرحلة هو تنمية المجتمع. الرمز، ما هو الرمز لهذه المرحلة؟ شكرا قائد محمد عبد الهادي، الآن واضح، شكرا. الرمز لهذه المرحلة احنا وجدنا عند الأشبال قبضة اليد للشبل اللي هو ابن الأسد.
في مرحلة الفتيان وجدنا أن الرمز الخاص بهم عقدة أفقية. في مرحلة الكشاف المتقدم وجدنا أن الرمز الخاص بهم البوصلة. ما هي أو ما هو الرمز الخاص بهنا؟ مكتوب عندنا العبارة: العصا ذات الشعبتين التي يحملها الجوال دائما في ترحال، وترمز للتمييز بين الطريق الخير أو الشر. وهذا هو الرمز الخاص بهذه المرحلة، عبارة عن عصا دائما يحملها في يده، وهذه العصا فيها شعبتين يمسكها الجوال بيده بهذا الشكل، أصبعه بين الفتحتين أو بين الشعبتين، ويسير بهذه العصا، ودائما مع الجوال العصا الخاصة به. إذا الرمز هذه المرحلة العصا ذات الشعبتين التي ترمز إلى الخير والشر، وعلى الجوال أن يضع نفسه بين هؤلاء الاثنين ويميز بين الخير والشر. في سؤال راري نانا، يا أخوان أدونا أسماء بالعربي كرما منكم عشان نقدر. ها ناهد تقول: كيف نحل المشاكل التي تواجهنا في مرحلة الجوال؟ ناهد الصباغ: أنا ماني عارف إيش نوع المشكلة عشان نعطيها حل. أختي الكريمة، لابد أن تكون هناك مشاكل واضحة حتى يعني نتطرق لها ثم نتحدث عن حل هذه المشاكل. أما بالمطلق فلا نعلم ما هي المشكلة. شكرا على مداخلتك، وإن شاء الله تعطينا السؤال بشكل أوضح، أو المشكلة التي يمكن أن تري أنها موجودة حتى يتم تلافيها ونقاشها بشكل أوضح. نعود إلى رمز المرحلة. عندنا الأسهم الخمسة التي هي موجودة أسفل الشعار تدل على المراحل الكشفية الخمسة، بدءا من البراعم البرتقالي ومرورا بالأشبال الأصفر والفتيان الأخضر والمتقدم القرمزي وأخيرا الجوال اللون الأحمر، وكل هذه حسب لون المرحلة المميزة واتجاهها نحو هدف معين، وهو هدف الحركة الكشفية اللي هي جعل المواطن الصالح من هؤلاء الأمر. هذه الأسهم الخمسة. إذن تشكيلة الرموز الخاصة بكل المراحل هي فكرة الإطار اللي هو الفكرة واسم المرحلة وأسفل شعار المرحلة، وداخل هذه الفكرة الرمز الخاص بها، ثم اللون المميز بهذه المرحلة، وأسفل عندنا خمسة أسهم، وهي تكمل أنها كلها تكمل بعض في مرحلة واحدة كشفية. إذن المراحل الكشفية رسميا هي خمسة مراحل: براعم، أشبال، فتيان، متقدم، جوالة. فقط هي المراحل الكشفية. أما القادة والرواد الكشفيين فهم ليسوا من ضمن المراحل الكشفية، إنما هما ميسرين لهذه المراحل، هما مخططين ومساعدين ومنسقين ومذللين للصعوبات التي تواجه هذه المراحل. إذن هما دورهم تكاملي، ووجدوا في الطريقة الكشفية اللي هو دعم الراشدين، بحيث أن يكون هناك دور لهؤلاء الراشدين في الحركة الكشفية. وضح الآن السؤال. قائدة ناهد بتقول: التسرب. التسرب طبعا إذا كان جامعي فصعب أن نحن نجبرهم يختلف، لأنه لديه جامعة ولديه دراسة ولديه بحوث، ونعلم كلنا جميعا أن في هذه المرحلة غالبا الجوالة موجودة في الجامعات والكليات. فهنا المستقبل القادم للفرد، للفتى أو للفتى، هي حياتهم المستقبلية، دراستهم بواقع أهم جدا. فالتسرب وارد، ولكن نترك لهم المجال طالما أنهم موجودين في الجامعة أو الكلية، فأي وقت يستطيع أن يحضر يحضر، لا نجبرهم على حضور رسمي ولازم توقيع حضور وخروج، ومن الذي يغيب ثلاثة محاضرات أو ثلاثة جلسات يحذف. لا، نحن نعلم أن هناك مشكلة في الدراسة، هناك دراسات متطلبة، هناك بحوث مطلوبة، هناك مشاريع مطلوبة، خاصة بعض الكليات العملية، فهناك نجد لديهم الكثير والكثير من المشاكل التي تواجههم. والتسرب غالبا لا يحدث إلا في هذه المرحلة، لأن هذه مرحلة الرشد، أو أن هذا الشخص ينتقل من الدراسة إلى العمل فيتوجه إلى العمل، وقد يكون عمره 18 سنة، وبين 18 و 19 و 20 حتى 24 سنة، ولكنه هو الآن يبحث عن العمل، قد تكون أسرته غير
مقتدرة على مصاريف الجامعة أو لا نعلم ظروف الناس، ولكن هو الآن متوجه إلى الوظيفة، فنترك له المجال أن يتوجه ليبني مستقبله ويشارك. بادين باول يقول اتركوا من يغادرك، اتركوا واهتم بمن هو موجود، لأنك لو فكرت في كل من يغادر سوف تخفف من اهتمامك بما هو موجود فيجد الملل فيتركك هو أيضا. كل من يقول لا أستطيع أن أكمل، الله معك، المجال مفتوح، عندما تستطيع أن تعود أو عندما تستطيع أن تعودي المجال مفتوح والمجال لكم دائما، إنما نحن نهتم بمن هو موجود معنا، فمرحبا بمن هو موجود. هذا مهم جدا أخواني وقادتي، أن نهتم بمن هو لدينا. طيب ننتقل الآن بعد هذا الرمز إلى خصائص هذه أو الأهداف التربوية لهذه المرحلة. القائد زايد بيقول عفوا قائد، شعار تنمية المجتمع للكشاف المتقدم أو الجوالة؟ إحنا قلنا في الكشاف المتقدم أفق واسع، شعار المرحلة أفق واسع، أما في مرحلة الجوالة فهي تنمية المجتمع. إذن أهداف التربوية لمرحلة الجوالة هي لدينا مجموعة من الأهداف التي نهتم بها في هذه المرحلة، بالذات الالتزام بالقيم الدينية في الحياة الشخصية، هنا مهم جدا لنا هذا الموضوع. القائد وهيب يقول بالموجود جود، نعم هنا نأكد على قضية صحيح، أنه ما هو موجود حافظ عليه أهتم به، لا تفكر في من غادر، فكر في من هو موجود وأبدأ باهتمامك به فسوف يبقى معك ولن يغادر. شكرا قائد هنا. إذن نعود إلى أهدافنا التربوية للمرحلة، التزام بالقيم الدينية في الحياة الشخصية، تقويم المواقف في إطار من القيم والأخلاق والعادات والتقاليد في المجتمع. نحن نجد أن المثل العربي يقول إذا كبر ابنك خاوي، إذا كبرت بنتك خاويها. إذن هنا لدينا الآن نبدأ معهم في صناعة القيم الرجولية، في صناعة القيم المكانية، في صناعة القيم العشائرية، في صناعة القيم القبائلية، لأنه هذه مهم جدا. هذا الشخص الآن قد يكون بعد يعني مثلا أسبوع أو أسبوعين، بعد شهر قد يتزوج على حسب القبائل والعشائر والقبلية طبعا، أنه لديهم الشخص إذا وصل 18 20 سنة لابد أن يتزوج، فإذا أصبح هذا الآن رجل فهو يعود ويجلس في مجلس الرجال. فهنا هناك قيم في الأخلاق، في العادات، في التقاليد، في المجتمع، هذه كلها يجب أن تغرس وأن تمارس أيضا لدي زايد يقول أنت كاتب شعار الجوال الكشاف المتقدم تنمية المجتمع، راجع البند هذا إذا ممكن. حاضر مرة، قد يكون خطأ مطبعي، نعم سوف أعود. جزاك الله خير إنك نبهتني، إذا كان هذا البند موجود في المرحلة نعود إلى الشريحة ونعيد لها، ولكن نؤكد على جزاك الله خير إنك نبهتني، وارد جدا أن يكون هناك خطأ في الكتابة، أن موجود أن مرحلة الكشافة هو مرحلة الكشافة متقدم مكتوب فيها تنمية المجتمع، وهذا خطأ طباعة أو خطأ مطبعي، إنما شعار مرحلة الكشاف المتقدم أفق واسع، أما الجوالة فهي تتم تنمية المجتمع كما هو موجود الآن معه. وإذا كان هناك خطأ سابق سوف نعود ونعدله بإذن الله. شكرا قائد زايد. ترسيخ أسس العمل بروح الجماعة، طبعا الآن نظام الجماعة، المجتمع، القيم، هنا لابد أن يكون لدينا العمل الجماعي وأهمية في هذا الموضوع. لدينا أيضا ابتكار لتحسين ظروف العمل الفردي والجماعي،
في هذه المرحلة يجب أن نبتكر أفكار، يجب لا نكون إحنا على نظام الخيمة والحبل يا أخوان قادة الأفاضل. يعني للأسف دائما عندما نعود عند الكشفية نجد أن بعضهم يتمسك بعادات وتقاليد كشفية سابقة، لا نقول اندثرت ولكن لا تكون هي أساسنا. مهم جدا أن نفكر بالجديد، نفكر بالإضافات، نفكر بالتحديث، نفكر بالإبداع، نفكر بالابتكار. أما نقف على مبدأ واحد، يعني إذا ما عرفنا كيف ننصب الخيمة وما عرفنا كيف نعمل العقدة فنحن لسنا في الكشافة أو لسنا في الجوالة أو لسنا في أي مرحلة، هذا الكلام غير صحيح بالمطلق. ولكن علينا أن نعلمهم هذه الأمور، هي من ضمن برامجنا وأنشطتنا ولا تكون هي الأساس في برامجنا وأنشطتنا. القائدة أمل الشكيلية تقول أيضا من الأهداف استيعاب طاقات الشباب واستثمار أوقاتهم وتوفير الفرص التدريبية لتأهيلهم مهاريا ومعرفيا وتقنيا. نعم، جزاك الله خير قائدة أمل على هذه المداخلة الرائعة. هنا نعلمهم الحقوق والواجبات الشخصية والاجتماعية. إذا التمسك بالحقوق وأداء الواجبات، أنا علي حقوق يجب أن أتمسك بها وواجبات يجب أن أؤديها للآخرين في الحياة الشخصية والاجتماعية، هنا يتعلم هذا الموضوع الجوال. قائد محمد قطب في الفيسبوك يسأل يقول هل الجوال يقوم بعمل القائد عندما يأخذ دورات، عندما يأخذ دورات إعداد القادة والتأسيسية والمتقدمة ويحصل على الشارة الخشبية يمكن له أن يقوم بدور القائد؟ فإذا حصل على الأولية وحصل على التأسيسية فيمكن أن نسميه مساعد قائد. أيضا لدينا تدعيم القدرات والمهارات المهنية من خلال شارات الهوايات، وهذا موجود هنا. تنمية المهارات القيادية المختلفة، هنا نبدأ معاهم بعد أن يأخذ كشاف جوال أول. إحنا عندنا مبتدئ، عندنا ثاني، وعندنا أول. كان سابقا كان يقول مرشح جوال ثم جوال ثم مرحلة الخدمة العامة، هذه المسميات في الدرجات كانت سابقا، الآن وحدت لجميع المراحل. أشبال، فتيان، متقدم، جوالة، كلها مبتدئ، ثاني، أول. وعندما يحصل على أول هذا الشخص يمكن له أن يلتحق بالدورات القيادة. قائد رجاء تقول هذه مرحلة جدا حساسة يجب التعامل معها بكل ليونة الأفراد في هذه المرحلة، ليونة الأفراد في هذه المرحلة الأخيرة من الدراسات العليا، ومنهم من يستعد لبناء أسرة وحياة جديدة لها، وجب ترك لهم الاختيار في إنجاز أنشطة ومشاريع مختلفة. نعم، احنا قلنا لازم يكون عندنا المرونة في هذا الموضوع، لا نؤكد على بقائهم على تواجدهم المستمر، نترك لهم الفرصة في الوقت الذي يستطيع أن يكون موجود فيه، هو له رغبة أن يستمر معك. كشاف يوم، كشاف دوم، يجب أن لا ننسى هذه. فكل من يلتحق بالحركة الكشفية وعندما يرى نحن كبار في السن أشعرينا نسأل أنت فين؟ أنت فين رايح؟ إيش عندكم؟ ليش رايح؟ ليش لابس البدلة؟ طبيعي، نحن كشافة عندما ارتدينا المنديل لأول مرة مجرد ما نرى المنديل مرة ثانية على طول مباشرة نتوجه لهذا الموضوع. مواجهة المشكلات الاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، لابد هنا أن هذا الشخص الآن راشد لديه فكر عالي، لديه تنوير، لديه ابتكار، لديه إبداع، لديه كثير من الأمور. فهو في الحالة هذه عليه أن يبدأ في مواجهة المشاكل الاجتماعية البيئية، طبعا الحالية والمستقبلية، نتوقع ماذا يكون في المستقبل من خلال جلسات العصف الذهني والمشاركات الجماعية، يعني لأخذ الفكرة والاستدلال بماذا لدى الآخرين. هنا القائد نورة بتقول ينبغي الاستثمار في هذه المرحلة أنها حوصلت مسار كشفي بأكمله، وهي مرحلة خصبة من مراحل الكشافة، وفيما بعد الجوال يتحمل المسؤولية وولوج مرحلة القيادة. نعم صحيح، هذه المرحلة طبعا احنا كما قالت القائدة نور ان
هي مرحلة حساسة ويجب الاهتمام بها، وهي تكامل لكل المراحل السابقة، فعلينا أن نراعي معهم كل إمكانياتهم كرائد عشيرة أو كرائد رهط أو كقائد لهذه العشيرة الجوالة الرسمي. عليك أن تراعي أن هذا الجوال الموجود عندك أن تهتم بدراسته إذا كان في مراحل الجامعية والدراسية أو في ناحية وظيفته، لأنه هذا مستقبله، فعلينا أن نساعدهم على أن يكونوا لبنة قوية في المجتمع القادم. مرحلة القائدة نورة بتقول مرحلة الجوالة استكمال النضج الجسمي المثالية في التصرفات، نضج الذكاء، القدرة على التصرف السليم في الأمور، التأثر بما يجري في المجتمع عموما. طبعا شكرا قائدة، لذا وجب التعامل معهم بحكمة. أكيد نعم، أنا أقول موضوع الحكمة يجب أن يستمر، وهنا قد نركز عليه كثير في الجوالة، ولكن الحكمة من القائد مع كل الأفراد تبدأ من البراعم والأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة، لأنهم كلهم يحتاجوا مننا الأب الحنون، الأم الحنونة التي تراعي مشاعرهم وتهتم بميولهم ورغباتهم وتنمي لهم احتياجاتهم. القائد يقول المساعدة والتعاون والتفاهم أساس هذه المرحلة. نعم صحيح، لابد أن نتعاون مع أفراد هذه المرحلة. أيضا لدينا التعرف على المجتمعات الخارجية وأنظمتها وتكوين الصداقات، هنا لابد يعطى لكل الناس حتى غير القشام، ولكن له برنامج يطبق، إذا انتهت من المتطلبات تحصل على وسام كشافي العالم، سمى كشافي العالم، وهو هذا أغلب صداقات عالمية. هنا علينا أن نهتم بهم ونؤكد عليهم على أن يتعرفوا على المجتمعات الخارجية، فإذا كان هو في الحارة فيتعرف على الحارة التي بعد الحارة هذه، على المنطقة التي يسكن فيها، إلى الدولة بالكامل في جميع مناطقها ومحافظاتها وولاياتها، إلى العالم الذي هو يعيش فيه، العالم العربي مثلا، للعالم الإجمالي، العالم الكون كله بالكامل، بحيث أنه يتعرف على كل الثقافات وكل هذه، تبني لديه الفكر وخصوبة الأفكار العالمية. الارتقاء بمستوى الأداء البدني النفسي والآخرين لتحقيق الصحة. طبعا هنا احنا قلنا أنه هنا في قوة بدنية عالية، فيجب أن نهتم بهذا الموضوع من خلال برامج وأنشطة ومشاركات في هذه، مثلا اختراق الضاحية، الألعاب الجماعية، مثل البرامج لعبة الكنز، لعبة البحث عن الكنز، لعبة التجديف في الأماكن التي فيها بحار وأنهار، هذه كلها تحتاج إلى قوة بدنية، فعلينا أن نهتم بهذا الموضوع بتوفير بعض الأنشطة والبرامج التي توافق هذا الموضوع. عندما أتكلم أهداف التربية والمرحلة، أنها هي هذه، نعود مرة أخرى في كل المجالات تكلمنا عن هذه الأهداف، أنها التقيد بفترة زمنية، علينا أن نهتم بهذه الفترة من السن 17 حتى 26، برامج تكون لهم، ما نجيب لهم برامج الفتيان، ما نجيب لهم برامج المتقدم، لا نجيب لهم برامج الأشبال، علينا أن نتقيد نحن كقادة في أن تكون هذه البرامج هي خاصة بمرحلتهم. الموضوع الثاني الذي دائما نهتم به إعدادهم وتأهيلهم للمرحلة القادمة، وهي مرحلة القيادة، فعندما يحصل الكشاف الجوال في هذه المرحلة، أو الجوالة أو الدليلة كما تسمى في بعض الدول، على مرتبة الكشاف الأول، فيمكن الآن أن يحضروا دورات تدريبية في إعداد القادة أو الدراسة الأولية، ثم الدراسة التأسيسية، ثم الدراسة المتقدمة، ثم يقوم بعملية البحث ويحصل على الشارة الخشبية، قد إن هو يستطيع أن يحصل عليها أثناء تواجده، وهنا قد تكون هناك بعض التجاوزات من بعض الجمعيات في هذا الموضوع، فهذا موضوع يعود لها، قد لا يكون تجاوز نحن نرى تجاوز وهو غير تجاوز، لأن نظام الجمعية هو كده، فعلينا أن لا نؤاخذ الآخرين ببعض الأمور التي نحن نعرف أنها
بمنظورنا الشخصي الضيق أنها هي كذا فقط، هي قد تكون في الجمعية الأخرى هي دي الطريقة التي نحن نراها هي الطريقة الصحيحة. فعلينا أن نفتح عيوننا وآذاننا إلى العالم بشكل أجمع، ونعرف ماذا لدى الآخرين، ولا نقول هكذا خطأ وهكذا صواب، لأن الكل على صواب، ولكن اختلاف الطريقة والمنهج. عندما قائدة نورة بتكلم الإدريس بتقول عندما يتحدث عن الحكمة في التعامل مع القصائص السنية لكل مرحلة من المراحل السنية السابقة، فالقائد يحتاج هنا إلى قدرات قيادية عائلة، اطلاع على عموم التربية علوم التربية وعلوم النفس وعلوم الاجتماع، وهذا سوف يسهل على القائد بناء برنامج يلبي احتياجات المطورة للفئات العمرية المختلفة. لذلك نحن نقول أن لكل مرحلة سنية يجب أن يكون لها قائد مختص. ما ينفع أن عندنا القائد السوبرمان الذي لديه كل الفرق الكشفية، وهو يشرف على الأشبال ويشرف على الفتيان ويشرف على المتقدم. يوجد هناك فروق فردية في بعض الناس عندهم هذه الامتيازات، ولكن ليست هي العامة. ليست الأصل أن يكون لكل وحدة كشفية، لكل مرحلة كشفية، قائدها الخاص الذي يعرف خصائص هذه المرحلة ويتعامل معها. شكرا قائدة نورة على هذه المداخلة القيمة. محمد قطب يسأل يقول هل يمكن تعليمهم جميع المراحل من باب الخبرة؟ نعم، احنا هنا متكلمنا عن هذا نحن قائد محمد قدمنا الأربع المراحل من باب الخبرة لكم، يعني لكل القيادات التي ترغب في هذا الموضوع. فالخبرة موجودة الآن لديكم، استطيعتوا أن تتعلموا، أو هذه الجلسات التثقيفية قدمت لكم بعض من ما هو موجود لديكم ومنسق بطريقة مختلفة. وعند أي شخص يريد أن يعني يجمع كل هذه المعلومات عليكم بالحلقة القادمة، الحلقة رقم 18 و19 و20، وإحنا في الحلقة 21. إذا أخذت هذه الأربعة الجلسات من جلسة 18 و19 و20 و21 يكون هناك لديكم الخبرة الكاملة لكل المراحل الكشف. القائد جورج بيقول الجوالة من أهم المراحل لإعداد قادة ناجحين. نعم، بعد هذه السن، بعد هذه المرحلة، بعد أن انتهي من كل البرامج التي له في الترقي بالنسبة له كجوال، من مرحلة يعني جوال، ثم جوال مبتدئ، جوال ثاني، ثم جوال أول، بعد ذلك يلتحق بدورات القيادة ويتعلم. لماذا أقول بعد ذلك؟ لأنه لا ينفع أن أكون عندي واحد في مرحلة، يعني الآن ألتحق بالجوال ثم الخلية يلتحق بمرحلة بدورات قيادية، فهو سوف يأتي إلى قائد الجوال، مش رائد العشيرة، يقول له أنا أعرف أحسن منك. ونحن نواجه هنا، قد تكون هناك التوافق السني زي ما قالوا بعض الأخوات أو بعض الأخوان المتداخلين، التوافق السني، فما بالك عندما يكون توافق سني ثم كمان درجة علمية أكثر، إلا هو حاصل على دورة إعداد قادة أو دورة أولية أو تأسيسية أو متقدمة أو حتى حاصل على الشهادة الخطابية. لذلك يجب أن يكون هناك لدينا حكمة نحن كقادة أن نهتم بترقيهم بالتسلسل، التسلسل، التدرج. عندما يحصل على مبتدئ ثم يحصل على ثاني ثم يحصل على أول، هنا مكافأة له أن يلتحق بدورات القيادة. القائد حاتم الشهري يقول الأشبال والجوالة مراتب ولا اختياري؟ من يعرف السؤال؟ يعني ليش يكون مثلا عندنا أشبال انت اخذت اول مرحلة من المراحل واخذت تقريبا تقريبا الاولى اللي هي في قبلها البراعم، والجوالة مراتب ولا اختيار؟ يعني هنا السؤال انا عندي غير واضح، فارجو ان توضح طلبك بالضبط عشان نقدر نجاوب عليه. لأن الأشبال مرحلة والجوالة مرحلة، ولكل مرحلة من هذه المراحل مراتب خاصة بهم، والاختيار لهم هم أن يرتقوا، ودور القائد أن يساعدهم في وضع خطة للترقي. إذا كان هو ده سؤالك. القائدة نورة أيضا فعلا، لأن كل مرحلة من مراحل السنية خصائصها، لذا وجب وضع برامج خاصة لكل مرحلة.
القائد سعيد النجار أو عمار، سعيد عمار، من خلال تعريف الحركة الكشفية نقول ليس لها علاقة بالسياسة، ولكن مرحلة الجوالة تفوق ذلك بسبب السن. ماني فاهم إيش علاقة السن بالسياسة. بعض الدول عندها نظام يعني على قولهم تعاطي السياسة مشروع طبيعي في المجتمع، وهو مشروع عام يعني متاح للجميع، ولكن نقصد أن لا نكون ننتمي إلى أحزاب وهذه الأحزاب تتعادى مع أحزاب أخرى في داخل وحدة كشفية واحدة. هنا تكون هناك إشكالية. إذن هي ليس لها علاقة بالسياسة في هذا الموضوع، يقبل الجميع في المشاركة، ولا نتعامل في الحركة الكشفية بالأحزاب السياسية، نتعامل بالمنديل وبالتقاليد الكشفية. الآن نتحدث عن الخصائص السنية لهذه المرحلة. عندنا حنواجه يعني متطلب، وما هي الأساليب التي نحن نستطيع أن نتعامل معها على هذه المرحلة. إذا تكلمنا عن نضج الهيكل الجسمي وتوازن الغدد، هنا ماذا نقدم له؟ الاعتماد على قوة الشباب في البرامج، وخاصة برامج خدمة وتنمية المجتمع. إذن عندما نواجه مشكلة النضج في الهيكل الجسمي وتوازن الغدد، هنا عندهم الآن هو في هذه المرحلة تكون هذه موجودة عنده. طيب ماذا نعمل لكي نتعامل مع هذا الموضوع؟ الاعتماد على قوة الشباب في البرامج، وخاصة برامج خدمة وتنمية المجتمع، أن ينزلوا إلى الميدان ويتعاملوا مع المجتمع وحاجة المجتمع في هذه الأمور. طيب إذا واجهنا الخبر التالي، استقرار النشاط الحركي وزيادة المهارات الحسية وزيادة القوة العضلية والرشاقة واكتمال التحمل والمرونة والسرعة، هذه خصائص لهذه المرحلة. طيب كيف نتعامل معها في الكشافة في الجوالة؟ قائد حاتم الشهري يقول يعني إذا تبغى الجوالة تبدأ من أول مرحلة. ما المقصود بأول مرحلة؟ الكشافة مفتوحة في أي وقت، عشان يعني يمكن أبدأ أنا معكم في الفكرة. الجوالة يعني الكشافة في أي مرحلة تبغى تلتحق، اذهب إلى المرحلة الكشفية في هذه المرحلة الخاصة. يعني عمرك من 7 سنوات إلى عمر 9 سنوات روح البراعم، من 9 سنوات إلى 11 سنة الأشبال، من 12 إلى 14 في الفتيان، من 15 إلى 17 في المتقدم، من 18 وما فوق في الجوالة. أنت ما هو العمر الذي شاركت فيه؟ أنت في هذه المرحلة بالنسبة لعمرك، فهي تبدأ. فإذا جيت أنت إلى الكشافة في عمر مثلاً 19 سنة، فأنت أكيد لن تذهب إلى الإشبال مباشرة إلى الجوالة، وهذه المراحل السابقة لست ملزماً بأن تأخذها، إنما تبدأ بهذا. بندر يوسف يقول أن السؤال لي الشرف أن يكون من أفراد فرقة القائد الدولي الرائي محمد محراب عام 96. مو أنا لا تكبرني قد كده. جزاك الله خير أخويا بندر على مشاركتك، وأنا لي الشرف أني دائما أرى أبناءنا في أعلى المراتب، في أفضل المراتب، في أفضل الأماكن، وهذا شرف لنا القادة المعلمين الأبناء. هذه الثلاثة الصفات هي التي تفرح بنجاح أبنائها، ونحن نفرح دائما بنجاحكم وتفوقكم وتواجدكم في معترك الحياة. وعندما نرى من منكم كان في السابق منكم من ضمن أبنائنا وهو الآن في مراتب، نرفع له القبة احترام نحن كقادة، ونحييه على ما وصل إليه لأنه اجتهد على نفسه. فشكرا على مداخلتك بندر يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القائد السبيح راشد يقول: الجوال المستجد وليس لديه خبرة في المراحل السابقة، هل يتم تقليده في الفولار؟ نعود إلى موضوعنا في حنرجع كثير وراء قائد سبيح، لكن بالمختصر عندما يأتيني شخص لم يلتحق في الكشافة سابقا في أي مرحلة من المراحل، وأتى مباشرة إلى مرحلة عمر 18 سنة وما فوق ويلتحق بالجوالة، هل على طول من يوم ما يدخل المرحلة ونلبس الفولار، نلبس المنديل المقصود به؟ إذن هنا نعود إلى تقاليدنا الكشفية. ماذا تقول في هذه المرحلة؟ هناك مرحلة الإعداد. ما هي مرحلة الإعداد؟ هي مرحلة تتكون غالبا من 3 إلى 6 أشهر يتم فيها إعداد الشخص المستجد مهما كان في أي مرحلة، في الأشبال، في الفتان، في المتقدم، في الجوالة، في أي مرحلة من المراحل عندما يأتي مستجد فعليه خاصة أول له في الحياة الكشفية. فهنا يبدأ في أن يأخذ فترة زمنية مع زملائه السابقين ويلتحق بأحد الرهود ويشارك ببدلة الكشفية كاملة ما عدا الفولار أو ما يقال له المنديل. إحنا في مجتمعنا غالبا نسميه المنديل الكشفي، في الأخوان في يعني في الشام ولبنان وهذا يسموه الفولار، يمكن في شمال أفريقيا أيضا يسمى أيضا نفس الاسم، ولكن المقصد الآن إنه هذا المنديل متى يتم ارتداؤه؟ هل عندما يأتينا الشخص جديد أول مرة يلبس المنديل؟ نقول لا، يحضر معنا بزيه الكشفي، بزيه الرياضي، ويشارك معنا لمدة 3 إلى 6 أشهر حسب خطة هذه الوحدة الكشفية، إما في الأشبال أو في الفتيان أو المتقدم أو في عشيرة الجوالة، ثم يتعلم الوعد ويتعلم ويردد القانون ويعرف مدلول التحية الكشافة، يعرف متى تؤدى، يعرف ويقدم خدمة عامة، يشارك مع المجموعة ويشارك في أنشطة وبرامج هذه الوحدة التي طلب اللجوء إليها، أو عفوا ليس اللجوء إليها إنما أن يكون ضمن هذه المجموعة الفرقة أو هذه العشيرة، ويتولى أحد الزملاء أو من الجوالة ويعلم ويدرب. بعد مرور 3 أشهر 6 أشهر حسب الاتفاق نعمل له حاجة نسميها بالنسبة للجوالة حفل الميثاق، وبالنسبة للمراحل السابقة نسميها حفل القبول أو حفل الوعد. وإذا انتقل من مرحلة إلى مرحلة، كان في الأشبال وانتقل إلى إلى الفتيان، فنسمي له يكون له هناك حفلة لأنه هذا مشارك سابقا في الكشافة، فلا نعمل له حفل وعد إنما نعمل له حفل انتقال من مرحلة إلى مرحلة. فالحفلات لدينا في للمستجدين لكل مرحلة عندنا حفل القبول أو الوعد، حفل الانتقال لمن كان مشاركا سابقا، وحفل الميثاق للجوالة. قائد سعيد يقول: يقال أن الجوالة هم الراشدون أو الميسرون، القادة هم الراشدون والميسرون، والجوالة مرحلة من المراحل الكشفية وليس المريس الميسرون. القائد زايد يقول: عفوا قائد، إذا كان هناك رائد أول مثلا وحضر الدراسة النظرية للشارع ولا يقوم باستكمال مشاريعه، هل يحق له قيادة الوحدة؟ وضح لنا لو سمحت. إذا هو في مرحلة الجوالة فهو ليس القائد يا أخواني الأفاضل. إحنا يعني يمكن القائد سميح أو قائد زايد أتيتونا متأخرين، نقول أن الجوال المرحلة هذه العضو فيها يسمى جوال، ومسؤول مجموعة صغيرة اللي هي الطليعة في المراحل الأخرى، وفي الجوال نسميها رهط، وهذه المجموعة أحدهم يتولى مسؤوليتهم يسمى رائد، رائد الرهط، وأحد هذا إلى الرواد، رواد الرهوط، يكون هو رائد العشيرة. إذن هذا الشخص هو من ضمن الأفراد، ليس له علاقة بأن يكون هو القائد، إنما هو رائد وليس قائد. فلا مانع أن يكون هذا الرائد للطليعة، عفوا للرهط أو للعشيرة، أن لا يحصل على الشارة الخشبية، لأنه ليس شرطا، لأنه هو أحد الجوالة. أما القائد الرسمي الموجود فلا بد أن يكون حاصل على الشارة الخشبية. قائد إبراهيم كالو يقول: كشاف
مر جميع المراحل ما عدا مرحلة الجواز، ثم عاد إلى مرحلة التقاعد، هل يطلق عليه رائد؟ نعم، رائد كشفي وليس رائد جوالة. أمل الشكيلة، حلو حفل الانتقال، ما أدري هو حلو على إيش لكن كويس. سبيح جزاك الله خير. عندنا شكرا على تسليط الأستاذ فيصل صقر، شكرا على تسليط على تبسيط المفاهيم، جزاكم الله خير، شكرا لكم جميعا على تواجدكم معنا ومشاركاتكم لنا. أرجع هنا إذا كان هناك أسئلة في الفيس. محمد عبد الله، هل ممكن أن نعطي للجوالين المتميزين مهمات قيادية لفرق الأشبال عندما يحصل؟ قائد محمد عبد الهادي، القادة الجوال المتميزين هذولا نحن نوجههم أن يكون يأخذ دورات إعداد قادة، اللي هي دورة الأولية أو التأسيسية، وهو يساهم ويساعد مع قائد مرحلة الأشبال في أن يكون مساعد للقائد، لا مانع. قائد محمد كساب يقول إذا كان عمره تعدى 40 سنة يحق له أن يلتحق بالكشاف، يحق له أن يلتحق بالكشافة وليس بالمراحل الكشفية اللي هي يلتحق بالرواد. وإذا كان على وظيفة فقد يكون قائد كشفي لأحد المراحل الكشفية، فهو 40 سنة عدى المراحل الكشفية. المراحل الكشفية تبدأ من سن 7 سنوات حتى 26، إذا عدى هذه المرحلة فهو عدى المراحل، الآن أصبح في القيادات الكشفية. إن شاء الله تكون صورة واضحة قائد محمد كسام. طيب نعود الآن أمل شكيل، الأغلبية ما يعمل حفل انتقال وأنا قلت إنه حلو. طيب لأن الشبل عندما ينتقل كشاف ويعمل له هذا الحفل يحس بالفخر. طبعا أكيد بالنسبة لنا أخواني لو عدنا بتقاليدنا الكشفية ترى لن تجد أجمل من نشاط يمارس وهو الكشافة عموما كمصطلح عام، لن تجد أي نشاط مهما على مهما كان لن تجد أجمل من هذه الحركة اللي هي الحركة الكشفية بعمومها. فعندما نمارسها بتقاليدها الكشفية نجد فيها المتعة والجمال، ما بالكم عندما يأتي القائد في مرحلة الانتقال من شبل ينتقل من مرحلة الأشبال إلى مرحلة الفتيان، ويكون هناك القائد الخاص بمرحلة الأشبال مع فرقة التي كان فيها، ويأتي قائد مرحلة الفتيان التي سوف ينتقل إليها هذا الشبل مع الفرقة بالكامل، ثم يقوم القائد الخاص بمرحلة الأشبال بذكر محاسن هذا الشبل وأن بمواصفاته وبإمكانياته وبقدراته ويوضحها للفرقة القادمة، وتأتي فرقتين كاملتين أمام بعض، فرقة الأشبال مع فرقة الفتيان والقائدين أمام بعض، ويثني قائد مرحلة الأشبال على هذا الشبل الذي سوف ينتقل إلى هناك، ثم يوضع خطا فاصل بين مرحلة الأشبال ومرحلة الفتيان، ويوضع هناك جسر للحركة من مرحلة إلى مرحلة. ترى هي بروتوكولات وأمور جميلة ورائعة وجميلة جدا أن نمارس ويحس فعلا فيها الابن بالفخر. شكرا قائدة أمل، حمستيني على هذا الموضوع. أغلبية الشباب يدخلوا، القائد سعيد بيقول أغلبية الشباب يدخلوا إلى الحركة الكشفية ويلتحقوا برحلة الجوالة وهم لم يلتحقوا بالمراحل الأخرى. مو شرط قائد سعيد، ليس شرطا، الكشافة مفتوحة لكل الأفراد لكل سن، ولكن عندما نسكنهم في المراحل يجب أن نراعي المرحلة العمرية فنسكنه في هذه المرحلة. فلو جاءنا شخص عمره 15 سنة فنحن نذهب به مباشرة إلى مرحلة الفتية المتقدم ويبدأ فيها 15 16 17 سنة. ولو جاءنا واحد عمره 18 سنة فنأخذ، لو أخوين جاءوا إلى الكشافة وعندنا في وحدة كشفية أو مجموعة كشفية فيها أشبال وفتيان متقدم، هنا فرقة وهنا فرقة، طيب ناخذ ابو عمر 15 وناخذ ابو عمر 18، اين نسكنهم؟ ذو عمر 15 نسكنه في مرحله الكشاف المتقدم، وذو العمر 18 نسكنه في مرحله الجواله. طيب هذا ما شارك انه في المتقدم ولا شارك في الاشبال ولا شارك في، ليس مانع، هو هنا يبدا لانه هذه المرحله فكر بالالتحاق فيها.
قائد زايد يقول قائد قسري هناك يوجد قادة وحدات وليس لديهم الشارع، أو يرجع الأمر لكل هيئة. عندما نتكلم هنا في هذه الجلسات نتكلم على الأصول وعلى التقاليد وعلى النظام، إنما ماذا يعمل داخل الجمعيات الوطنية فهذا ليس لنا حق أن نتكلم فيه. أنا بالنسبة لي أقوله ليس من حقي أنا أخاطب الجمعيات الكشفية وأقول لماذا تفعل ولماذا لم تفعل، هذا أمور داخلية. ولكن هنا حديثنا هي ثقافة عامة، ما هو الصح نتكلم عنه، عندما كيف يمارس هذا موضوع آخر لا تملك أي جهة التدخل فيه لجهة أخرى. استقرار النشاط الحركي وزيادة المهارات الحسية وزيادة القوة العضلية، الاهتمام بالبرامج التي تفرغ الطاقة مثل الرحلات الخلوية، البحث، الدراسة، الشارات، الرحلات الخلوية والرياضية. الاسم بالانجليزي يعني معليش انا لا استطيع ان اذكر الاسم فيكون خطا في هذا، ولكن يقول فعلا هذه المراحل كلها ممتازه يجب احترامها وكانه في الدراسه. شكرا قائد، شكرا لك حبيبي. وجود ثبات انفعالي ونزوع نحو المثاليه واكتمال النضج الانفعالي، كيف نعامل هذه الخصائص لهذه المرحله؟ اذا علينا تعزيز شخصيتهم عن طريق برامج تعنى بالإبداع وإظهار القدرات الشخصية مثل إعداد الأبحاث العلمية المتقدمة وإتقان مهارات التكنولوجيا الحديثة. إذن نعامل النضج الانفعالي والنزعة نحو المثالية بأن نقدم لهم برامج تعني بالابتكار، تعني بالإظهار القدرات الشخصية، أنت من أبرز لنا من تكون، كأننا نقول له أعطينا السيرة الذاتية عنك، ونوظف هذه السيرة الذاتية وهذه الأفكار الخاصة به إلى ماذا يستطيع أن يقدم. القدرة على التصرف في المواقف المختلفة، هنا الآن النضج والرشد، والرغبة في تحقيق الاستقلالية لصاحب شعور بعدم فهم الآخرين له. هو يعني يقدم، بعض الناس يقول لك هذا يا أخي مغرور، هذا يعني متكبر، هذا يتصنع، هي مشكلة عنده في حياته، ولكن الآخرين يروها بشكل آخر. وهنا نقول إن هو يعاني من الشعور بعدم فهم الآخرين له. طيب كيف نتعامل مع هذه المرحلة؟ توجيه قدراتهم نحو المفيد وإعطاء الفرصة لهم كاملة لاتخاذ القرار وتنفيذه على أساس أن الآخرين يروا أن هذولا فعلا على قدر ما هم عليه من إمكانهم. الاهتمام بمشكلات الزواج، طبعا خلاص الآن هذا راشد يبغى يتزوج، يبغى يبني بيت، هذه تبى تتزوج، تبى تبني أسرة، تبى تخلف، وهاي الآن هنا عنده اهتمام في هذا الموضوع، بيفكر في المستقبل، فعلينا أن نساعد هذا الموضوع معهم من خلال الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية. طبعا هنا نبدأ نعطيهم بعض البرامج التثقيفية في موضوع الصحة الإنجابية، ندوات وحوار عن المسؤولية، ونطلب مسؤولين يحضروا معنا وأخصائيين يناقشوا قضايا الشباب في هذا المجال، بهنا نوسع مداركهم في هذه الأمور. قائد حنان عبد القادر في الإنبان، هل ممكن أن نقيم حفل ميثاق للجوالات وحفل وعد للفتيات والمتقدمات في ذلك في ذات الوقت، ولو أمكن من أي مرحلة تكون تتلو عليهم الوعد؟ الأشبال، الفتيان، المتقدمة، الجوالة، كلهم يمارسوا حفل الوعد أو حفل القبول، ولكن تختلف المسميات بالنسبة أشبال وفتيان ومتقدم. حفل الوعد أو حفل القبول يسمى، أما في مرحلة الجوال يسمى حفل الميثاق وله بروتوكول خاص. طيب السؤال هنا القائدة حنان تقول هل نعملها كلها في واحد يوم؟ في اختلاف في محتوى البرنامج التدريبي أو محتوى البرنامج الخاص بحفل القبول عن حفل الميثاق. فلو كان أن نعطي لكل حق حق، خلينا نقول القائدة حنان عندها فرقة الأمل الصاعد، وعندها هذه مجموعة الأمل الصاعد، ولديها مجموعة من القيادات الكشفية، ولديها مجموعة من الوحدات الكشفية، مثلا عندها براعم، عندها أشبال، عندها فتيان، عندها متقدم، عندها جوالة. إذن عندها 5 مراحل، عند كل مرحلة لها وحدة كشفية خاصة بها ولها قائد مسؤول عنها. ممتاز. إذن الآن نريد أن نعمل حفل الوعد، هل نعمل حفل واحد لهم كلهم 5 المراحل؟
هل يعني إحنا الآن نرى في هذا الموضوع أننا قتلنا الفرحة في كل شخص خاصة، بمعنى أن الأشبال يحبوا أن يكونوا هم في حفلة خاصة بهم، لا مانع إحنا اللي سويناها للأشبال وحدهم وللفتيان وحدهم وللمتقدم وحدهم وللجوالة وحدهم، وهذا الأفضل. ولكن إن لم تسنح الظروف فنراعي الإمكانيات المتاحة. هذه إجابتي لهذا الموضوع، ولكن ما هو رأيي الشخصي؟ لكل مرحلة على حدة، حتى يكون لكل شخص قيمته. تخيل أنه واحد من الإشبال يقف أمام القائد يقول له أنت صحت عزيمتك أنك تشارك معنا في إشبال؟ يقول نعم قائد. هل تعرف الوعد؟ يقول له نعم قائد. هل تستطيع أن تردد؟ يقول نعم قائد. ردد الوعد يا شبك، أعد أن أبذل جهد، ويبدأ في عملية رفع اليد ويضع يده على العلم ويحيي، يعمل علامة الكشاف، ثم يردد الوعد بالكامل أمام الجمهور أمام الحضور، وولي أمر موجود وقائد موجود وأخوان موجودين وأصدقاء موجودين، حفلة خاصة نقتلها بأن نشارك 20 شخص آخر من 3-4 مراحل يكونوا حاضرين هذه الحفلة، وكل واحد يحتاج له حفلة خاصة، فهنا قتلنا المتعة والامتياز لكل مرحلة. هذا رأيي الشخصي، ولكن شوفوا إمكانياتكم وتعاملوا معها. إذا كان هنا يقول مصطفى القوي، ماذا حدث معي؟ دخلت في المرحلة متأخر، أخذت دورة إعداد قادة وأصبحت قائد. لا يمنع، ما المشكلة أن شخص يأتي في مرحلة الرشد عمره 24-25 سنة ويلتحق بدورة إعداد قادة، الدراسات حقت القادة أولية تأسيسية متقدمة، ثم يحصل على الشارة الخشبية ثم يصبح قائد، لا يمنع. هل لازم يكون في الأشبال يعني يعود إلى مرحلة الأشبال؟ لا، ليس شرطا قائد. مصطفى القائدة أمل تؤكد على الكلام اللي أقوله، تقول ونعم الرأي لأنه لكل مرحلة خصائصها حتى في حفلاتهم الكشفية والإرشادية. نعم صحيح، يجب علينا أن نهتم لكل مرحلة نعطيها قيمتها الخاصة بها. شكرا قائدة أمل على الدعم. نتابع الخصائص السنية لمرحلة الجوالة: اكتمال الذكاء ووصول لدرجة عالية من النضوج وظهور قدرات المناقشة والإقناع. طيب كيف نعالج هذه؟ كيف نعمل معهم؟ نعطيهم، نكلفهم بمهام تدريبية تعتمد على البحث والاستقصاء لإعداد دراسات وبرامج تغذي قدراتهم وتسهم في تنمية مجتمعاتهم. هذه الأمور مهمة جدا. الآن هم في هذه المرحلة يستطيع أن يبحث، يستطيع أن يأتي ببرامج، يستطيع أن يبتكر. فحتى لو أنا عندي برنامج قائد، ممكن أنا أكلف في أحد الجوال أقول له أنا عندي هذا المشروع أقدمه كدورة تدريبية، خد صمم لي عليه برنامج في الباوربوينت أو في برامج الملتيميديا الأخرى، وأعطيني إبداعك في هذا الموضوع، ويذكر اسمك أنك أنت شاركت في إعداد المادة العلمية. ما هي القيمة التي أنت وضعتها لهذا الجوال؟ أعطيته قيمة ضربة في الصاروخ فوق، أنه خليته هو يشاركك أنت كقائد في عملية إعداد محتواك العلمي، فهو ساهم معك في إخراجه بشكل أجمل بشكل أفضل. قد يكون متميز في الحاسب الآلي، قد يكون متميز في 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 في, في الجرافيكس. يعني هناك كثير من الامتيازات عند شبابنا الآن، أبناءنا الأصغر الآن يعني بيعملوا حاجات إحنا نقف أمامنا نتفرج هذه كيف سواها فعلا. فيجب أن نعطيهم فرصة أن يبدعوا ويساهدوا، وعندما يساهم معك أعطيه قيمته، فأكتب في البحث أو أكتب في المشروع أو أكتب في البرنامج التدريبي إعداد البحث أو المادة التدريبية فلان الفلاني القائد شارك في إعداد المادة من ناحية الإخراج أو أخرج هذه المادة الجوال فلان الفلاني. كم قيمة تعطيها لهذا الشخص؟ أيضا استعمال العصف الذهني في مناقشات ومشكلات تواجه الشباب والمجتمع، وتشبع لديهم حب إظهار الذات والمناقشات والإقناع.
طبعا احنا لما نتكلم مع الشباب كل واحد يقول طب اسمعني انا عندي راي، انا عندي راي، انا عندي وجهة نظر ممكن اقولها. انا طبعا جميل انك يقول وجهات نظره ويقول رايه، ولكن كيف نستغل هذا الموضوع ان ناتي بمشكله ونحددها اما بيئيه او مجتمعيه ونعمل عباره عن ندوه او جلسه نقاش او موضوع العصف الذهني، ونبدا نحط المشكله ونقول لهم الان اعطونا حلول لهذه المشكله. كل واحد يبدي رايه ويسجل معطياته ويكتب مبرراته ويشرح لنا افكاره ونسمع للجميع، ثم نصيغ من هذه المجموعه الشخص او مجموعه نسميهم لجنه الصياغه، ثم يخرجوا لنا توصيات لهذه المشكله او حلول مبتكره او احنا الان ساهمنا معاهم في ان اعطيناهم القدره حقتهم في الذكاء، ان ساهمنا معاهم ان يعطونا الحلول والمشاركه معهم. ازدياد القدره على التحصيل والتعلم الذاتي. طبعا هو في هذه المرحله دائما يعني في مرحله الجواله مرحله العلم والادراك والبحث والتقصي والتحقيق والاستبانات مدري، فهو عنده هذه القدره، لازم نتعاون معاه في هذا الموضوع، اعتماد على في شارات الهوايه والجدار والبرامج على التعلم الذاتي. طبعا هنا نبدا معاهم في طالما هو عنده قدره على التحصيل اعطي له شارات هوايه، خليه أعطيه برامج، أعطيه أنشطة، كلفه ببعض المهام. نحن كقادة يعني مثلا في مهام ومسؤوليات في داخل الوحدة الكشفية أو داخل العشيرة، مسؤول التغذية، مسؤول النظافة، مسؤول المشتروات، مسؤول هناك. إذن هؤلاء الأشخاص عندما يأتوا إلى طلب معين خاصة هذه المرحلة، هناك مشاريع كبيرة على مستوى 200-300 شخص جوال يشارك معنا في برامج أنشطة. إذن نحتاج هنا إلى لجان مش إلى أفراد. إذن تعالوا شاركوا مع بعض، كل ناس عندهم تخصص معين يهتموا مع بعض ويعملوا لجنة ويشاركوا ويدلوا بدلهم ويشاركوا وينفذوا وينفذوا نشاطهم بشكل أفضل. ظهور التفكير بشكل عملي في المستقبل. طبعا بطبيعة الحال هنا قائد سعيد أرسل لنا رسالة مكتوبة بالشفرة الكشفية كلها بالإنجليزي وأنا ثقافتي إيطالية فماني فاهم، يبغى لنا قائد ثمودي يساعدني. شكرا قائدة نورة على مداخلاتك القيمة في هذه المشاركة. دور التفكير بشكل عملي في المستقبل. الاهتمام بالبرامج تعمل على تحديد ميول وطموحات الشباب. نحاول دائما أن نسألهم ما هي ميولكم، ما هي طموحاتكم، كيف استطعتوا أن تحصلوا على، هل دخولك إلى هذا القسم هو بناء على رغبتك أم ذهابك مع أصدقائك أو هو وصايا من الأهل. هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات تساعدهم على أن يبدوا ما لديهم ويساعدوا أنفسهم في ماذا يختاروا في المستقبل وكيف يحددوا ميولهم وكيف ننمي لهم هذه الطموحات. الرغبة في تكوين شخصية روحيا عن طريق اتخاذ منهج خاص في حياته وتكون لديه مجموعة من القيم والاتجاهات يهتدي بها في سلوك. هنا طالما بدأ هو في موضوع التفكير العميق هنا قد يتوجه بالفكر الروحي الديني إلى توجه غير محمود، وقد يتوجه إلى توجه محمود. ففي الحالة هذه يجب علينا أن نأتي بأشخاص خاص لديهم القدرة ولديهم الإمكانيات أن نناقش هؤلاء الأفراد في أفكارهم، لأنه قد تكون هناك مشاكل في الأفكار فيجب أن تراحم من البداية ويتم السيطرة عليها. فهنا في هذه الحالة نأتي بأشخاص، الاستعانة بمختصين في مجال الإرشاد الديني لتلبية حاجاتهم في فهم العقيدة والدين والتوجهات التي هم يرغبوا فيها. قائد سعيد بيقول شروط الحصول على وسام الذئب. وسام الذئب البرونزي هذا وسام خاص لا يعطى للقيادات الكشفية العامة، إنما هو غالبا يعطى للمسؤولين الأوائل في الجمعيات الوطنية، لمن قدم للكشافة المحلية أو العالمية، بالذات العالمية،
قدم لها مشروع، قدم لها دعم، قدم لها الكثير من العطاءات التي يمكن، وهنا تمنح لهذا أو له خبرة كبيرة في مجال الكشف، في التأليف، في التنظيم، في الإدارة، في التقصي، في التحليل، في يعني شارك وساهم مع المنظمة الكشفية العالمية، ويتم ترشيحه من ضمن الجمعية الوطنية ويرفع الاسم، وهناك لجنة تراجع كل المعطيات الخاصة بالاستحقاق، ويحصل على وسام الذئب البرونزي من خلال الاتحاد، من خلال المنظمة الكشفية العالمية، وليس هناك أي منظمة أخرى تعطي هذا الوسام. هي ليس عامة، هي أوسمة خاصة. الاهتمام بمعرفة إعجاز الخالق لأسرار الكون والحياة، بطبيعة الحال هنا نعود إلى هذا الموضوع، تكليفهم بإجراء دراسات اعتماد على مراجع للتعرف على أسرار الكون والحياة. إحنا قبل يومين تقريبا أو 3 أيام، خلال هذا الأسبوع المنصرم، كان هناك ظاهرة كونية معروفة، ظاهرة كسوف الشمس، كان كسوف جزئي على الوطن العربي. هذه الظاهرة كانت موجودة لو إنها استغلت من ناحية الفرق الجوالة بالبحث عن هذا الموضوع، بإعطائنا يعني فكرة كاملة كيف يحدث الكسوف، ما هي معدلاته، كيف يحسب هذا الوقت، كيف قالوا لنا أن هناك سوف يحدث كسوف بنسبة 22% في الدولة الفلانية، بنسبة 15% في الدولة الفلانية، كيف حصلوا على هذه المعلومات؟ فهنا يبدأ في عمل الدراسات ويبحث ويقص ويقرأ في هذا الموضوع، ثم يأتي في جلسة عامة في أحد الجلسات ويطرح لنا هذا الجوال، هذه الفكرة أو هذا الموضوع عن أسرار الكون، عن النجوم، عن الأبراج، عن الأبراج نتعلمها لنعرف نحن في أي فصل دراسي، في أي عفوا دراسي، في أي فصل في المناخ اللي احنا، هل هو في الشتاء، هل هو في الربيع، هل هو في الخريف، وهناك الأبراج التي تحدد، كل 3 أبراج تحدد لنا فصل معين من هذه، كلها تساعدنا في تنفيذنا للأنشطة، متى ننفذ أنشطتنا في الهواء الطلق، هل في الجو البارد، هل في الجو الحار، هل في الجو المعتدل، هل في يعني هذه كل المعلومات عندما يقوم الجوال بدراسة هذه الأمور ويتعلم هذا ثم يطرحوها علينا، نحن كلنا نتعلم بما هو قدم لنا، بالإضافة أن أعطينا له فرصة أن يقدم للآخرين شيئا مفيدا. بهكذا نكون انتهينا من كل الجلسات الخاصة بنا الأربعة، وهذا ملخص لكل الجلسات مع بعض بشكل سريع، لأنه أنا أعتقد أني أنا تجاوزت وقتي، مش أعتقد، أنا جازم أني تجاوزت الوقت. والله يا قائد أنت بتقول معلومة أنا ما أعرفها. قائد سعيد تقول إن هناك وسام الذئب نوعين، الذهبي والفضي، والأول من بريطانيا والثاني من المنظمة الكشفية العالمية، ومستويين، وهما الذهبي أنا ما أعرف هذه المعلومة، ليس عندي ولا أستطيع أن أفتي فيما لا أعلم، فأن أقول لا أعلم أفضل من أن أقول شيء أنا ما أعرف. هذه المعلومة ليست لدي، أنا نعرف أنه هو واحد وسام اسمه الذئب البرونزي، وليس هناك تصنيف فضي وذهبي وبرونزي، إنما هو اسمه كده وسام خاص يعطى للقيادات. ملخص الجلسات التثقيفية كلها حنتكلم عنها في سطر واحد في شريحة. الكشفية لا تستطيع قائد محراب أن تحقق هدفها إلا إذا توافقت مناهجها وبرامجها مع حاجات وميول وتطلعات الفتية والشباب، وإلا فإن هذه المناهج والبرامج لن تكون مناسبة ولن تحقق إشباع بصفة مطلقة. صحيح، صحيح جدا. شكرا قائدة نورة على هذه المداخلة الجميلة، أنه فعلا علينا أن نحقق أهداف كل مرحلة على حدة، وإلا نحن نلعب في على قولهم أو نغرد خارج السن، ولا نستطيع أن نحقق إشباع هذه الحاجات لأنه إحنا ما راعيناها، لأنه ما استطعنا أن نأخذ ماذا لدى هذه المرحلة من خصائص، ولم نستطيع أن ننمي هذه الخصائص أو نحققها. قائد سعيد شكرا، شكرا لك.
قائد عبده مخاوي وسام الصقر الكشفي، هذا وسام خاص بالمملكة العربية السعودية، يعطى للكشافة ولا يعطى لغير الكشافة. وسام النسر الكشفي وسام خاص بالكشافة الأمريكية. وسام اللوتس أعتقد في مصر موجود. كل دولة وكل جمعية لديها وسام خاص بها للأفراد. إنما إذا تكلمنا، سؤال القائد سعيد كان يتكلم عن موضوع الكشافة، عن الجوالة والذئب البرونزي، والذئب البرونزي لا يعطى إلا للقادة. شكرا قائد عبد القادر. طيب خلونا نلخص بشكل سريع. ما شاء الله تبارك الله، مداخلاتكم جميلة. أنا لا أستطيع أن أمنع نفسي من قراءة مداخلاتكم والتعليق عليها، لأنها هي التي بتحرك حقيقة الجلسة، وأنا سعيد بمداخلاتكم. التنظيمات في الوحدات الكشفية، هناخد الآن كلها مع بعض ونتكلم عنها. التعريف عندنا: مرحلة البراعم، الأشبال، الفتيان، المتقدم، الجوالة. الشعار للمراحل هذه، البراعم شعارهم العب وتعلم، الأشبال شعارهم أبذل جهدك، الفتيان شعارهم كن مستعدا، المتقدم شعارهم أفق واسع، الجوال شعارهم خدمة تنمية المجتمع. وهنا نعود إلى سؤال القائد زائد عندما يقول أننا قلت في الشرائح السابقة أن المتقدم خدمة تنمية المجتمع، قد يكون الكلام، أنا لم أرجع الآن، لم أعود إلى الشرائح السابقة، ولكن هنا الآن يؤصل القضية في ملخص واحد لكل المراحل. في الشعار ألعب وأتعلم أبراعم، أبذل جهدك أشبال، كن مستعدا فتيان، أفق واسع المتقدم، وخدمة تنمية المجتمع في الجوال. طيب ماذا لدينا أخر؟ العمر في مرحلة البراعم من 6 إلى 8، من 7 إلى 11، من 7 إلى 9. هذه السنين تعود إلى الجمعيات الكشفية. من 9 إلى 11 أبذل جهدك بالنسبة للأشبال، عمر الفتيان من 12 ل 14، المتقدم من 15 ل 17، والجوالة من عمر 18 ل 24 ل 26 سيان. اسم الوحدة الكشفية، الفرقة التي فيها العناصر كلها اللي غالبا أعدادها من 24 وما فوق، غالبا ما عدا البراعم، تسمى وحدة البراعم، تسمى وحدة الأشبال، تسمى وحدة الفتيان، تسمى وحدة المتقدم، وأيضا تسمى وحدة الجوالة أو عشيرة الجوالة كمسمى عام له. طيب عدد أفراد الوحدة كاملة في البراعم تقريبا 13 شخص، اللي هي تقريبا 3 رباعات. الرباع مكون من 4 أفراد، وهناك العريف الأول حقهم أو الرباع المسؤول عنه. بالنسبة للأشبال من 12 إلى 24 عدد الأفراد في الوحدة، في الفتيان من 24 إلى 32، المتقدم 24 إلى 32، الجوالة من 24 فأكثر، لأنه في عشائر الجوالة قد يكون هناك أعداد كبيرة، قد يكون هناك 7 رهوط، قد يكون 8 رهوط. فلا بأس، ولكن المجال مفتوح في هذه المرحلة، في مرحلة الجوال. الجماعة الصغيرة اللي هي النظام الطلايع كما يسمى، في الأشبال في البراعم يسمى رباع أو رباعي، في الأشبال السداسي، في الفتيان طليعة، وفي المتقدم طليعة، وفي الجوال رهط. عدد الجماعة الصغيرة، يعني كم في الجماعة الصغيرة في الطليعة، كم في نظام الطلائع، كم عدد الأفراد في كلها؟ في الرباع 4 أفراد، في السداسي 6 أفراد، الطليعة من 6 إلى 8، في الطليعة المتقدم من 6 إلى 8، في رهوط الجوالة من 6 إلى 9 أفراد في الرهط الواحد.
مسؤول الجماعه من اعضائها، يعني هذه الجماعه من اعضائها اللي هي الجماعه الصغيره اللي هي الطليعه، من المسؤول عنهم؟ هنا يسمى في البراعم رباع، في الاشبال رئيس السداسي، في الفتيان عريف الطليعه، في المتقدم عريف الطليعه، وفي الجواله رائد العشيره. عفوا هنا خطا، رائد الرهط، هنا خطا، انا ليس رائد العشيره، رائد الرهط. مسؤول الوحده من اعضائها فهو هنا رئيس الوحده، ايضا رئيس الوحده العريف الاول، في المتقدم العريف الاول، وهنا الرائد الاكبر بالنسبه للوحده اللي هي العشيره، او رائد العشيره، رائد العشيره او رائد الاكبر، الاثنين مسمى واحد لشخص واحد، اما نسميه رائد العشيره او نسميه الرائد الاكبر، ولكن هذه للوحده الكشفيه. اما مسؤول الجماعه في الرواد في الجواله فاسمه رائد الرهط، هنا خطا مضمون. دور القائد بالنسبه للافراد، هنا نهتم بهذا الموضوع كثيرا. في المرحله البراعم هو والد، لأنه مسؤول عن تعليم ورعاية، لأنه المرحلة دي مرحلة صغيرة جدا، فهي محتاجة أن يكون هناك المسؤول عنهم. القائد هو عبارة عن والد ليس أكثر. في مرحلة الفتيان الأشبال فهو أب، تعليم وتربية. نلاحظ أنه هو هناك كان تعليم ورعاية، هنا تعليم وتربية. في الفتيان هو أخ، إرشاد وتوجيه، دوره إرشاد وتوجيه. في المتقدم قائد، دوره قيادة وتعليم. في الجوالة صديق، دوره النصح والمشي. كده نكون احنا لخصنا التعاريف والمصطلحات للخمسة المراحل كلها بالكامل. الخصائص السنية لهذه المراحل كلها، هذه نركز عليها في هدف الحركة الكشفية، ارتقاء بالقدرات. كما تكلمنا سابقا أن لكل مرحلة لابد أن يكون لها أمورها الخاصة بها. قائد عبد مخاوي يقول هذه شعارات ثابتة، أبذل جهدك، كن مستعدا، أفق واسع. نعم هي ثابتة. الأشبال السادس الأكبر، نعم يوجد في بعض الدول يسمى السادس الأكبر، وبعض الدول يسمى أو بعض الجمعيات تسمى رئيس السداسي، رئيس الفرقة أو رئيس الوحدة. فالمسميات هذه ما فيها اختلاف، ولكن الاسم المتعارف عليه الرئيس الوحدة، ما يمنع أن نسميه السادس الأكبر. هناك في اللفظ هذا حتى في الجوالة حاولوا أنهم يخرجوا منه، في كلمة يعني مثلا الله أكبر، ما يصير أن نقول كلمة أكبر للشخص. فهناك كان في بعض يعني المصطلحات التي من الناحية الروحية فيها إشكالية بسيطة، فتم الاستعادة عنها بكلمة السادس العريف الأول أو رئيس السداسي أو الرئيس الأول، فسموه رئيس السداسي أو رئيس الوحدة الأول. فهناك مسميات أكثر من كلمة الأكبر، وهي اختلافات يعني شكلية وليس اختلافات جوهر. هذه المرحلة تقدم تصور خاص للمناهج الكشفية. إحنا كقادة ليش بنتعلم هذه الأمور؟ عشان نعرف كيف نتعامل مع هؤلاء الأمور. قائد عبدو عريف الطليعة، النائب العريف الطليعة، قائد الوحدة، المفوض. خرجنا من الموضوع المراحل، إذا تكلمنا على القائد والمفوض خرجنا عن المراحل. في المراحل عضو، عريف طليعة، عريف أول، خلاص إلين هنا نوقف. بحسب مسميات المراحل، يعني أشبال، فتيان، متقدم، في الجوال رائد رهط أو جوال رائد رهط، أمور أخرى. فائدة معرفة هذه الخصائص للقادة مهمة جدا أن احنا نعرف. الآن نعود إلى تأصيل الفكرة. شبه بادن باول الدور الذي يلعبه القائد الراشد في الكشفية، في تنفيذ ما يريده الفتية والشباب حسب ما يرغبون وحسب الخصائص السنية وليس ما يريده هو. يعني أنا كقائد
مو أصمم البرامج اللي أنا أبغاها، أنا أصمم البرامج وأساهم في عملية التصميم مع الأفراد، مع العرفاء الطلايع، مع العريف الأول في ماذا يريدوا هم الفتية والشباب. هذا الكلام قاله لما في عام 1909 في كتابه، طبعا هو 1908 لكن عندما ناقش الفكرة هذه مع الآخرين ووضح لهم هي في 1909، قال إنه أنت عندما تذهب إلى صيد الأسماك سوف تأخذ معك ما يحتاجه الأسماك، تأخذ دود، تأخذ حشرات، تأخذ قطع من اللحم الصغيرة، تأخذ قطع من الخبز، تأخذ من العجين، تأخذ أمور يرغب فيها السمك، ولا تأخذ معك همبرجر، وتأخذ معك دجاج، وتأخذ معك خضروات، هذه لا يأخذها السمك، هذه تأخذها أنت. فأنت تعطي للسمك ما يريد، فإن صياد السمك، فأنت لا تضع في الصنارة عندما تصطاد السمك طعما من الغذاء الذي تفضله، يعني مو زي ما أنا أبغى أكل أقوم أحط في الصنارة، ولكن تضع دودا وحشرات ليس لها علاقة بالنظام الغذائي للإنسان، لها علاقة بالنظام الغذائي للسمك، لأنه هنا يأتي السمك ليأكل. فالسؤال المهم هنا اللي يقول عنه بادن باول ويؤكد عليه، يقول وهذا ما أراده بادن باول عندما قال اسأل الفتى ماذا يريد، هذا هو الذي سيؤدي إلى بقاء الفتية والشباب في الحركة الكشفية وجذب آخرين لهم، لأنه إذا إحنا صممنا ما هي احتياجاتهم نستطيع أن نبقي عليهم، أما إذا صممنا ما هي احتياجاتنا فهم لن يستطيعوا أن يرتقوا لها، فهناك يكون في جاب كبير لهذا الموضوع. أنت دورك ميسر للفرقة ولست صاحب الفرقة لكي تريدهم أن يعني يقوموا بما تريد أنت أو ترغب فيه أنت. الصوت غير واضح؟ قائد فيصل صقر بيقول الصوت غير واضح، ما أدري إن كان السؤال ده السؤال، الصوت غير واضح إن الجميع واضح. طيب الحمد لله، شكرا أخواني، شكرا جزاكم الله خير. إذن عندما نصمم برامج أو نساهم في عملية تصميمها أو نخطط أو نرتب، نسأل ماذا يريد هؤلاء الأبناء مننا من برامج، ماذا يريدهم، كيف يحتاجوا، نبدأ في عملية التصميم. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بقائهم معنا واستمرارهم في الحركة ونجذب الآخرين إلينا. ما هو دور القائد؟ هناخذ الدور القائد في كل مرحلة. هنا نقول على القادة والفتية والشباب العمل معا لإيجاد وخلق فرص للتعلم، والأمر برمته يرجع للفتية والشباب لتحويل هذه الفرص لخبرات ذات معنى ومفيد لهم، فالتعلم اختيار. طيب ماذا نحدد في هذا الكلام؟ عندنا فتية وعندنا شباب الذين هم المنضمين إلى الحركة الكشفية، وهناك قادة يساهموا في عملية تحقيق متطلبات هؤلاء الأبناء. علينا أن نكون هناك نعمل جو وفريق عمل واحد لكي يكون هناك فرصة للتعلم لهؤلاء الأبناء منك أنت القائد. طيب من الأصل في هذا الموضوع؟ الفتية والشباب. كيف إحنا نعمل لتحويل هذه الفرص لخبرات ذات معنى ومفيدة لهم؟ إذن فالتعلم اختيار، يعني أنا ما أجبر الكشاف أو الشبل أو الجوال حتى بأن أنا أعطيه برامج هو لا يرغبها وأنا أريدها، لا، يجب أن يكون عندي مجموعة من البرامج وهو يختار، وهذا ما هو موجود في المنهج الكشفي. عندنا في مثلا في أحد المجالات، لو تكلمنا في المجال الديني، في أي مرحلة من المراحل براعم أشبال فتيان المتقدم جواله، نجد أن المتطلبات حوالي 15-20 بند، لك الحق في الاختيار بند واحد من هذه كلها في أحد الدرجات. اختيار وليس لك حق الافتراض، يعني ما نقول لك إلا تأخذها. هنا يأتي دور القائد لمساعدة الفتى في هذه العملية، ومن هنا نقول بأن الدور الأساسي للقائد في الكشفية ليس التخطيط
وتنفيذ الأنشطة فحسب، بل تسيير عملية تعلم الفتية والشباب. أنا ماني مسؤول أخطط لك، وأنا ماني مسؤول إن أنا أنفذها. أنت يا ابني الذي سوف تخطط وأنا أساعد معك، وأنت الذي سوف تنفذ وأنا أشرف على تنفيذك. هذا هو الدور المطلوب مننا كقائدة. رجاء يا قائدة الاهتمام بهذه النقطة، لأن هذا اللي نحن نحتاجه من القادة الموجودين معنا. إن التربية الكشفية لا تقدم نفس الخبرات لكل الفتية والشباب، فهي تشكل خبرات مختلفة لكل كشاف، كلا وفقا لقدراته التعليمية وكفاءاته ومستوى تطويره واحتياجاته. لذلك نجد أن المنهج في المجال متنوع، يتوافق مع كل الفروق الفردية والشخصية والاجتماعية والانفعالية وكفاءته ومستوى وتطور عقله، كل هذه تجدها في المنهج الكشفي. لا نقدم نفس الخبرة لكل الفتاة، إذن ما هو مطلوب أن كلهم يكونوا سباكين أو نجارين أو مصورين أو شعراء أو ممثلين؟ ليس مطلوب أنهم كلهم، إنما لديه حق الاختيار فيما يريد، ومسؤوليتنا أن نساعده في إنجاز هذا الحق. ومن ثم يجب أن نقدم برامج الفتية والشباب كل الفرص الممكنة لتطوير مجالات نمو الشخصية. إذن أنا كل ده غرضي إن أنا أنمي فيه الشخصية. الأشبال الآن اتطموا حول قادة الأشبال والقادة الآخرين في الفتيان والبراعم والمتقدم والجوالة يستمعوا، إنما الآن يلتموا إلى في الدائرة الأقرب قادة الأشبال. ماذا نريد؟ لماذا تريد أن تتعلم هذه، تعرف هذه الخصائص؟ الفتى ينتقل في هذه المرحلة من عالم الأسرة والمدرسة إلى عالم الكشفية، ويعتبر هذا الانتقال بالنسبة له انتقالا عضويا ونفسيا. إذن لازم نراعي أن هناك هذا الابن بدأ الآن يخرج من مستوى أسرة صغيرة، أب وأم وأخوان، كان مجتمع خاص به، إلى مجتمع أصدقاء، إلى مجتمع قائدة، إلى مجتمع. هنا اختلفت عليه المعايير، فعلينا أن نراعي هذه النقطة. ينتقل الفتى في هذه المرحلة من مجال التمركز حول الذات إلى مجال إدراك الذات واكتشاف قدراته وتغييراته الجسمية. إذن علينا أن نراعي هذه النقطة. ينبغي على القائد إعداد البرامج التي تتوافق مع جميع جوانب نمو البراعم، الأشبال، الفتيان، المتقدم، الجسمية، الحركية، الانفعالية، الاجتماعية، العقلية، الروحية، اللغوية، عن طريق مجموعة من الأنشطة. واحد، استيعاب أن حركة الأشبال الزائدة وصياحهم وعدم انضباطهم والتزامهم بالتعليمات. أنت تقول يا ولدي أجلس، هو نطط عندك، كله يا بنتي أجلس يا عندك، قائدة قائد قائدة قائدة، صياحهم زعيقهم مشاكلتهم مع بعض، أنت قد تضايق من هذا الموضوع. عليك أن تعرف أن يجب أن يعلم القائد أن هذه الأمور طبيعية، كل ما هو موجود هو طبيعي. لا تعتقد أن هذه مشكلة أو عدم انصياع لتعليمات، هذا أمر طبيعي، تقبل هذا الوضع. طيب قائد سعيد الحارثي يقول اللون الأصفر بالنسبة في بعض الشرائح باهت وغير واضح، فنرجو تغيير اللون. حاضر، أبشر إن شاء الله نعدل الألوان. حاضري. فعلى القائد استيعاب حركة الأشبال الزائدة أنها أمر طبيعي. طيب ماذا لدينا أيضا؟ إدراك أن الشبل خياله واسع، فلا تستغرب من المبالغة في كلام. أنا كنت جالس مع الطيور وبعدين جانا صقر واحد كبير وخطفني وشالني ووداني وحطني في العش وجلس مع الفراخ حقونه. هو ببالغ، هذا طبيعي. بحكي قصة تلاقيه وصل معك للسماء. طيب هذا الموضوع هو مشكلة؟ لا، هي ليس مشكلة، هذا أمر طبيعي أنه خيال الطفل في هذه المرحلة واسع، فأقبل منه ما يقول. معرفة أن عليها أن يكون قدوة، لأن أشباله يمتازون كل ما أنت خرجت عن الخط حيخرجوا معك.
تذكر أن الصفات السلبية عندهم وأخذها في الاعتبار مثل شكواهم المستمرة وغيرتهم ونقلهم للكلام على زملائهم وكرههم للجنس الآخر، هذه كلها هي صفات سلبية موجودة فيهم، خذها في الاعتبار بحيث يحرص القائد على الاستيعاب وذلك وتجاوزه بحكمة. يعني تعرف أنه هذه ما هي مشكلة، هم ما هم فتانين، بس هذه طبيعة هذه المرحلة، تجاوزها بأنك تمتص، توضح له أنه ما يصير نقل الكلام، توضح له أنه ما يصير نفتن على أصحابنا. هذه الأمور كلها في هذه المرحلة تكثر. الاستفادة من معرفة المسبقة بطبيعة نمو الجسم وقدرة هؤلاء الأشبال من حيث مداركهم واستيعابهم بها لتحسين أنشطتهم. إذن كل ما هو في هذه المرحلة ينمو حاول أنك تعطي له برامج تتوافق مع هذا النمو. الاستفادة من اهتمامات بالعادات والتقاليد وحبهم للوطن وتعزيز هذه الاتجاهات لديهم وتدعيمها. هنستفيد من ماذا؟ من معرفتهم لضعف إدراكهم للأمور المعنوية فيهتم بالأمور الحسية. أنت تعرف أنه هو ما يعني ما يستوعب، حتى كل شيء يقول لك إيش يعني؟ إيش يعني؟ فلا تعطي أمور ومعلومات كلها معنوية، أعطيه حاجات حسية يشوفها، يلمسها، يمسكها بيدينه، كده حيستوعب معك. الآن نتكلم هنا، طيب ما هي نسبة التدخل أنت يا قائد في هذه المرحلة؟ نسبة تدخل القائد تنقص كل ما ارتقى الفتى والشباب من مرحلة أخرى، وهنا القائد يكون كالأب والأخ والأخ الكبير، مثله مثل البراعم في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أن نسبة تدخل القائد في البرامج وقيادة الفرقة قد تصل إلى 90% في هذه المرحلة. شكراً أخواني قادة الأشبال، زحفوا شوية، أرجعوا وراء، قادة الفتيان يقربوا شوية. ماذا نستفيد لمرحلة الفتيان؟ الفتى ينتقل من هذه المرحلة من عالم الفتيان بداية النضج إلى عالم الكشاف المتقدم ثم الجوالة. هنا الآن نبدأ نجهزه إلى المرحلة القادمة. تعد هذه المرحلة مراحل خطيرة في حياة الأفراد لكونها تضمن طفرة في النمو وتغيير إفرازات الغدد. طيب هنا في توتر كثير عند الأولاد، عند البنات. قد يحدث في نهايتها مدة البلوغ، ولذا ينبغي على القائد الإسهام في إعداد البرامج تتوافق مع جميع جوانب نمو الفتيان، الجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والعقلية والروحية، وذلك عن طريق الآن نبدأ نحط بعض الحاجات التي نركز عليه. إذن عندهم طفرة في النمو وتغيير طيب إيش علينا؟ نحن قادة نساهم في إعداد برامج تتوافق مع جميع الجوانب الفتى من الجسمية والحركية. إذا لما نصمم حاجة توافق لكل الأمور هذه. إدراك أن هذه المدة تتميز بالاضطراب النفسي والانفعالي والتناقض، وبذلك لا يستغرب أو يثور لتصرفاتهم. يعني عندما تشوفهم هم يعني فيهم فورة وفيهم جنان وفيهم جري وفيهم كلام وفيهم تناقض بالموضوع، يعني يقول لك شيء ويرجع في كلامه، لا تزعل، لا تثور، ترى هذه التصرفات طبيعية. أيضا غير متوقعة من بعض أفراد وحدته، يجب أن يتذكر القائد أن الفتى يتميز في هذه المدة بالرعونة. إذا هو أهوج في هذه المرحلة، عليك أن تتعامل مع هذه الهوجاج، مع هذه الهوجاج تبعها قائدا. فإحنا نتعامل مع المرحلة بهذه بأنه عندهم هذه المشكلة، علينا أن نتعامل معها. الإفادة من التغييرات الاجتماعية والروحية لهذه المرحلة، وبذلك عليها أن يكون حذرا عند التعامل مع استفسارات أفراد وحدته بشأن بعض القيم والمفاهيم، مثلا من خلق الله، من خلق الكون، في أسئلة كبيرة تلاقي الواحد مو عارف يجاوب عليها. فهنا علينا أن نستعد إلى مثل هذه الأسئلة، وأن نأتي بأشخاص لهم القدرة على توصيل المعلومة وتبسيطها للآخر. أيضا إدراك أهمية التواصل مع أفراد فرقته بصورة فعالة، مع أهمية احتوائهم وأن يكونوا قدوة عملية لهم. وبذلك لازم هناك طبعا في حاجة في المرحلة دي، أنه كل واحد بيتميز لحاله، فالتواصل بين الأفراد الفرقة كلهم يكون فيه إشكالية بينهم بين بعض وبينهم بين عرفة،
وبينهم بينك أنت، فعليك قائد أن تتواصل معهم كلهم وأن تحتويهم وأن تكون أنت القدوة لهم، وإن وجدت هناك بعض الاحتياجات الشخصية تسأل عنها وتحاول تساعدهم فيها، وبعض المناسبات الشخصية لبعض الأفراد أن تحضرها وتدعم وجودك معهم في هذه، أو تدعمي وجودك معهم. نعود إلى هذا الموضوع، أهمية التواصل مع أفراد الفرقة بصورة فعالة، مع أهمية احتوائهم وأن يكونوا قدوة عملية لهم، وبذلك لطبيعة الموضوعات التي تشغل بالهم وقد لا يصارحون بها، مثل بعض الأمور في العقيدة وأمور معرفة الجنس الآخر. طبعاً هنا يبدأ في البلوغ، تبدأ تظهر عنده بعض الأمور التي هو لم يتوقعها في السابق، فتكون هنا عنده أسئلة واستفسارات. فلا تكون أنت من النوع الناهر، أو تكوني أنت من النوع الناهر له عيب ما حيتكلم في هذا الموضوع، خذه على جنب ووضح له أن هذا الموضوع طبيعي، وأن كل الناس في العالم في هذه السن يحدث لهم هذا الأمر، وأن هذه مرحلة قادمة وسوف ينتقل إلى مرحلة أخرى. هدئهم وهدئ رؤهم من هذه الأمور لكي يتعاملوا مع هذه المرحلة بكل هدوء وبكل اطمئنان. طيب، ما هي نسبة التدخل في القائد في هذه المرحلة؟ نلاحظ أن الآن القائد في القيادة والبرامج وتنفيذ البرامج من 50 إلى 70، لاحظ هنا كان في الأشبال 90%، هنا من 50 إلى 70 بدأ النسبة تنقص. من الآن شكرا قائد الأشبال، شكرا لكم، بعد شوية قائد المتقدم قدموا، اقتربوا شوية. في هذه المرحلة من سن 15 إلى 17 هي مرحلة الكشف، بداية النضج إلى عالم الجوالة، هنا الآن عندنا نتعامل معها. يعتد في هذه المرحلة من مراحل خطيرة في حياة الأفراد لكونها تضمن طفرة في النمو وتغيير إفرازات. لا تزال العملية تستمر معنا، لأنه هنا مرحلة البلوغ والإدراك، في بعضهم يكون عندهم بلوغ مؤخر فيصل إلى 15 إلى 16 سنة حتى يبدأ في هذا الموضوع. فهنا في الحالة هذه علينا أن نراعي أن هذه الأمور حادثة ويمكن أن تحدث، وهناك فروق فردية حتى في البشر. أيضا هذه في نهاية البلوغ ينبغي على القائد الإسهام في إعداد برامج، نفس الكلام في جميع المجالات وجميع المجالات التي نحتاجها، عن طريق نهتم ببعض الأمور، إدراك أن هذه المدة تتميز بالاضطراب النفسي والانفعالي والتناقض، وبذلك لا يثور التصرفات غير متوقعة مع الأفراد، بحيث يتذكر القائد أن الفتى يمر في هذه المرحلة بالرعونة أيضا لأنها مستمرة للمرحلة السابقة، الإفادة من التغييرات الاجتماعية والروحية لهذه المرحلة، استفسارات أفراد الوحدة بشأن بعض القيم والمفاهيم الروحية، مثل غالبا مثل مرحلة الفتيان. طيب، ما هي نسبة التدخل في هذه المرحلة بالنسبة للقائد في القيادة وتنفيذ البرامج؟ من 40 إلى 60. لاحظ في الفتيان كانت من 50 إلى 60 إلى 70، هنا في المتقدم من 40 إلى 60%. نسبة التدخل يعني بدأت العملية تنقص، دور القائد بدأ ينقص في هذا الموضوع. شكرا قائدة المتقدم. الآن نعود إلى قادة الجوالة المسؤول عنهم. هنا أن هذه المرحلة مفتاح العمل مع الجوالة هو أنك تتعامل مع رجال كبار، تتعاملي مع سيدات كبار في المجتمع. الآن أصبحوا فاهمين، بعض خاصة من الفتيات الآن ممكن تكون متزوجة وتكون أم، فيجب أن نتعامل معهم أنهم كبار، وهي في بداية الرشد، لذلك كل ما يثري الفكر ويتحدى قوة البدن ويساعد على إنجاذ الحركة والأنشطة ننفذ لهم البرامج التي تتعامل مع هذه المرحلة. إذن ينبغي على القائد الإشراف على إعداد برامج توافق مع جميع برامج النمو الجسمية والحركية التي تكلم عنها سابقا في المجالات المختلفة، ونراعيها من الناحية التالية. تميز هذه المرحلة بخصوصية غير متواجدة في المراحل السابقة، ولو أنها تتداخل في بدايتها مع المراحل اللي هي حقيقة المتقدم، إلا أنها في نهاية تصبح متميزة بشكل واضح من ناحية النضج واكتمال النواحي كلها بالنسبة له. الآن مرحلة الرجولة، مرحلة هذه سيدة مجتمع، خلاص سوف تصبح، فعلينا نتعامل معها بهذا الأمر في اكتمال النواحي المختلفة في كافة الوظائف التي نتعامل معها.
ومما يميز هذه المرحلة يجب إدراك القائد أن مهامه هنا يشبه بدور الصديق والمستشار، ويترك لهم إنهم هم يعني من طرف خفي التصرف والإدارة والقيادة والتخطيط. يعني أنت كأنك تقول لهم خلاص أنتوا سووا كل شيء وأنا أتفرج، اعملوا وأنا أتابع. ليه؟ لأنهم هم وصلوا إلى مرحلة القيادة، لأنه خلاص الآن بعد سنتين أو ثلاثة ممكن يأخذ دورات في إعداد القادة ويكونوا شركاء معك في القيادة. بل ويمكن للقائد أن يستفيد من أفراد هذه المرحلة في المساعدة في إدارة الوحدات، زي السؤال اللي كان سابقا، هل يمكن للجوال أن يساهم فأن يكون مساعدا للقائد لوحدة الأشبال؟ نعم، هنا نقول هذا السؤال أنه يمكن بعض الأفراد الذين أخذوا الدورات الخاصة بالتأهيل القيادي يساعدوا في بعض المراحل في الأشبال، وفي أو أنهم يكونوا في برامج تدريبية في أحد المعسكرات، أو يشاركوا في إدارة بعض اللجان وتحت إشرافه، وبنفس الوقت يشبع لديهم احتياجهم للقيادة والشعور بتقدير الذات. وكم من تلميذ فاق أستاذه، ووجدنا كثير من أبنائنا الكشافين الذين نقفناهم نحن كقادة تعظيم سلام وتحية وتقديرا لهم، لأنهم فعلا تميزوا عننا وفاقوا ما قدمنا لهم بأمور كثيرة. نحن فخورين بهذه الأمور. أي ما هي نسبة تدخل القائد في هذه المرحلة؟ قلنا القائد في هذه المرحلة هو مستشار، ويرجع إليه في كل شيء، في بعض الأمور في كل شيء في حسب ما هو متعارف عليه. طيب التدخل القائد في البرامج وقيادة العشيرة من 30 إلى 50%. نلاحظ الآن إن النسبة انخفضت إلى أكبر قدر ممكن. هل تلاشت؟ لا، لم تتلاشى، موجودة معنا. أشكر لكم وقتكم الذين قضيتموا معنا، وحسن إنصاتكم معنا، وهذه تحية لكم جميعا من الكشاف الصغير لجميع القادة الذين حاضرين، وهذا تقديرا لهم جميعا. بارك الله فيكم جميعا. الآن نعود إلى الشاشة العامة لنعرف إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات أو مداخلات. بهذا نكون حصلنا وانتهينا من برنامجنا للمراحل الأربعة الرئيسية: أشبال فتيان متقدم جوالة وخصائصهم ومصطلحاتهم وكيف نتعامل معهم وكيف يكون لنا دور وكيف نعمل معهم في برامج وأنشطتهم، ما هو دورنا. كل هذه الأمور أخذناها في أربع حلقات، يعني أخذناها في شهر. شكرا لكم من القلب على مشاركتكم، على تواجدكم، على مداخلاتكم الجميلة والرائعة التي كانت بالنسبة لي هي أكبر داعم، كانت هي بالنسبة لي أكبر مجهود قدم منكم أنتم الذين قدمتم لهذه الجلسات الأكثر مما قدمته أنا. بارك الله فيكم جميعا. إذا كان هناك مداخلة أو استفسار فالمجال لكم. هل يوجد أسئلة؟ أنا أعتقد أني وصلت إلى مستوى ساعتين وربع، فإذا لا توجد أسئلة يعني نغادر، لأن الوقت فعلا يعني طال أكثر من اللازم. طيب هنا إخوان نرجع شوية عند الأخوان في الفيسبوك. التركيز على أن برامج الأشباه تتم عن طريق اللعب. نعم صحيح. تحية متبادلة من المغرب، جزاكم الله خير، كفيت ووفيت، جزاكم الله خير، جهود مباركة، بارك الله فيكم. كيف بدنا نرجع لكل الحلقات؟ قائد محمد كاسب، العودة إلى الحلقات موجودة في منصة حدوتة الإعلامية في الفيسبوك. عندما العودة إلى المشاهدات سوف تجدها بحسب يوم السبت من كل أسبوع، سوف تجد الحلقات من الحلقة رقم واحد حتى الحلقة هذه اللي احنا فيها هي الحلقة رقم 21. فإذا تقصد أربع الحلقات السابقة للمراحل كلها فعد إلى حلقة 18 و19 و20 وهذه الحلقة التي نحن فيها 21. إذا تتكلم عن المناهج والمراحل فهي كانت في هذه الأربع الحلقات. أما نحن تكلمنا من بداية الجلسات من الحلقة رقم 1 حتى الحلقة التي نحن نتكلم فيها هي الحلقة رقم 21، وهي كلها موجودة في المنصة. ويوجد أيضا حلقات سابقة للبرنامج أو للبرنامج السابق لنا في فترتنا، لأنه إحنا عندنا فترات أو مواسم،
في جلسات كانت حوالي تقريبا 54 او 56 جلسه سابقه للعام الماضي، ونحن هنا في هذا العام بدانا من هذه الحلقات في هذا البرنامج الخير بالنسبه لنا والذي هو منكم واليكم. قائد محمد عبد الهادي يقول الاسئله كانت ضمن الجلسه وافادتنا كثيرا، جزاكم الله خير. انا سعيد جدا بان يعني حقيقه في اخر الجلسه عندما انا اسال اذا كان هل هناك اسئله واستفسارات، اذا كان هناك شيء متبقي، ولكن اكون سعيد جدا فعلا اذا ما في اسئله فيتضح لي، وان كان هذا يخونني التفكير، ان الامور واضحه، وان كان غير واضحه فالاسئله مفتوحه لكم، مجالكم مفتوح. جزاكم الله خير، شكرا على كلماتكم ودعائكم وثناءكم الذي هو وقود لنا في عملنا ومشاركتنا لكم. بارك الله فيكم جميعا في الفيسبوك وأيضا في الزوم. إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات أو مداخلات نسمعها أو ننهي الجلسة، لأنه فعلا طولنا عليكم، جزاكم الله خير، وأنا آسف فعلا على الإطالة، لكن لا أستطيع أن أمنع نفسي أن أوصل المعلومة التي أرى بإذن الله أن فيها الفائدة، وإن وجدتم أنها مطالة ومططنا في الموضوع فالعذر منكم جميعا على ما طولنا عليكم. شكرا لكم جميعا، إذن نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وموعدنا معكم الأسبوع القادم الساعة 9. حتى الآن إذا كان هناك تعديل على الموعد سوف نخبركم، لكن تعديل الموعد هو يعود إلى الأخوان في التقنية في اللجنة في الإخراج والتنظيم، لأن لديهم كثير من الأمور والأمور المترتبة على ذلك، فأي تعديل من عندنا هو يؤثر. باقي يعني لحظة بس أعطيكم الرابط الذي تكلمت عنه سابقا، رابط المناهج الكشفية التي قام فيها المركز الكشفي العربي بإعدادها وتنظيمها، هذه الآن موجودة هنا في لها أيضا هنا في أيضا في الفيسبوك لكي يستفيد منها الآخرين بإذن الله تعالى. قبل أن أنهي الجلسة، هذه النسخة المحدثة من أدلة المناهج العربية الموحدة للمراحل الكشفية الأربعة. هذه النسخ تقريبا حوالي 17 دليلا موجودة في هذا الرابط، يمكن الاستفادة منها لكل المراحل، وهي مرجع كبير جدا والاستفادة منها كبيرة جدا لكي نتعلم وسوف تجد كل ما طرح هو مأخوذ من هذه الأدلة، وإن وجد فيما ذكرت أنا اختلاف عن ما هو موجود في هذه الأدلة فالأدلة هي الأصدق من كلامي، وهذا يعني الأمانة العلمية تطالبني أن أقول ذلك، لأنه أنا أخذت من هذه المراجع، فإن يمكن أضفت أو شطحت برأيي، فالأصل للمعلومة هي موجودة في هذه المراجع في الرابط الذي هو أمامكم جميعا. شكرا لكم جميعا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه هذه الروابط عندكم في الفيسبوك وفي الواتساب، عفوا في الزوم، للاستفادة منها. قبل أن ننهي على الأخوان المتواجدين في الزوم، التوجه إلى الفيسبوك وكتابة الأسماء الخاصة بهم لإصدار الشهادات الحضورية، بالإضافة إلى التعليق على هذه الجلسة. نأمل من الجميع المشاركة في هذه الأمور، بارك الله فيكم جميعا، ولنا موعد معكم إن شاء الله الأسبوع القادم الساعة 9 يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.